بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. اللهم زيدنا علما وفهما وحفظا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. على روح النبي الطاهرة صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح آله وأصحابه والعلماء العظام والمشايخ الكرام وعلى أرواح أساتذنا والمصنفين نقرأ فاتحة والإخلاص 3 مرات. أما بعد، فبإذن الله تعالى وتوفيقه نشرع في المجلس 18 لدراسة كتاب حاشية اليزدي على تهذيب المنطق للإمام التفتازاني رحمهما الله تعالى. في الدرس الماضي انتهينا من مبحث الدلالة كاملا، الآن إن شاء الله ندخل في تقاسيم الألفاظ، تقسيمات تتعلق باللفظ والألفاظ. ويبدأ المصنف بتقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب وأقسام المفرد والمركب. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه علومكم في الدارين. والموضوع إن قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمركب. والموضوع يعني واللفظ الموضوع إن قصد بجزئه، بجزء هذا اللفظ الموضوع، كلامنا في اللفظ الموضوع في المستعمل يعني ليس في المهمل، واللفظ الذي وضع بإزائه يعني معنى، إن قصد بجزئه، بجزء اللفظ، الدلالة على جزء معناه، جزء معنى اللفظ يعني لفظ الموضوع، معناه هنا يعني معناه المطابق. اللفظ الموضوع عند الاستعمال قد يكون له دلالة مطابقية وقد يكون دلالة تضمنية أو التزامية، هنا المقصود المطابقي، يعني معناه أعم في الحقيقة من المطابقي والتضمني، لكن المقصود هنا المطابقي كما نبه عليه المحقق التركماني. فمركب، والموضوع إن قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه، والضميرين جزئه ومعناه كلاهما يرجع إلى الموضوع يعني إلى اللفظ الموضوع، فمركب، فهو مركب يعني، فهذا اللفظ مركب. إما تام يعني، وهو إما تام، وهو إما تام يعني هذا المركب إما أن يكون تاما، فحينئذ ينقسم إلى قسمين، المركب التام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. فلذلك قال: إما تام خبر أو إنشاء، وإما ناقص. المركب إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. واللفظ المركب الناقص أيضا ينقسم إلى قسمين، تقييدي وغير تقييدي. فلذلك قال: وإما ناقص تقييدي أو غيره، أو غير تقييدي. وإلا وإن لم يقصد، يعني اللفظ الموضوع إن قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمركب. وإلا وإن لم يقصد بجزئه الدلالة على جزء معناه، السلب على جميع القيود، تمام، سلب جميع القيود. وإن لم يقصد فمفرد، يعني فهو مفرد، فاللفظ مفرد. وهو يعني اللفظ المفرد، المفرد هو يرجع إلى المفرد. وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، فهو إما أن يستقل بالمفهومية أو لا. معنى الاستقلال سندخل فيه أكثر، لكن هنا
نشير إلى استقلال بالمفهومية، هكذا يذكر في كثير من كتب النحو، وهو إن استقل، يعني إن استقل بالمفهومية لا يحتاج إلى شيء آخر في ظهور المعنى، في وجود المعنى عند الاستعمال، إما أن يستقل أو لا. إن استقل فينقسم إلى قسمين، فهو إما أن يكون مع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فيكون كلمة، كلمة يعني، فهو مع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة يعني. فالمفرد المستقل إن كان يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو كلمة، تمام. هيئته سيأتي يعني بهيئته يعني بصورته ليست بمادته، يعني مادة كلمة مثلا نصر، نصر ينصر، مادته نون صاد والراء، وهيئته فعل مثلا يدل على الزمان الماضي فيكون كلمة. ها المفرد إما أن يكون كلمة وإما أن يكون اسما وإما أن يكون أداة، هذا التقسيم طبعا عند المناطق وعند النحويين عند اللغويين. والكلمة المفردة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهنا إلى كلمة واسم وأداة. سنتكلم في العموم والخصوص الوجهي أو المطلق بين هذين التقسيمين. على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، تمام. أحد الأزمنة الثلاثة يعني المعينة، يعني من الماضي والحال والمضارع والمستقبل، وبدونها يعني وبدون الدلالة، فالمفرد المستقل بدون الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة اسم، إذا لم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة مع ذلك هو معنى مستقل، مستقل بالمفهومية فهو اسم. وإلا وإن لم يستقل، يعني المفرد إن لم يستقل بالمفهومية فأداة، يعني فهو أداة. هذا تفكيك العبارة. ننتقل إلى الحاشية. قوله والموضوع أي اللفظ الموضوع إن أريد دلالة جزء منه على جزء معناه فهو المركب، وإلا فهو المفرد. إن أريد دلالة جزء منه، يعني إن قصد يعني إن أريد. انتبهوا، النائب الفاعل للفظه أريد هو الدلالة، لأن الدلالة هي المرادة، لابد أن تكون الدلالة مرادة حتى نقول هو المركب، يعني تمام. هذه الدلالة المخصوصة، يعني دلالة جزء منه على جزء معناه، تمام. إن أريد يعني هذه الإرادة خصوصا في الاستعمال ملاحظة، لكن كيف نصل إلى إرادة المتكلم بالنسبة إلى إما اللفظ وإما القرائن، تمام. اللفظ والقرائن هما اللذان يوصلان المخاطب السامع إلى معرفة إرادة المتكلم، تمام. إن أريد دلالة جزء منه على جزء معناه فهو المركب، وإلا فهو المفرد. جزء منه يعني جزء من اللفظ على جزء معناه، هل لللفظ جزء أيها الإخوة؟ هل اللفظ يعني أمر قابل للتجزي؟ نعم، يعني هكذا نحن نعرف أصلا. طبعا اللفظ أمر محسوس، هو أمواج الأصوات متذبذبة، صح، أو تذبذب الهواء، فهو يأخذ وقتا من الزمان، صح، مدة من الزمان، من مثلا 3 ثواني، يعني تقول قلم يأخذ ثانية واحدة، أو تقول عندي قلم، جاء زيد، زيد قائم، هذا اللفظ خروج هذه الأصوات من الفم يأخذ وقتا معينا. هل يمكن أن نقسم هذا الصوت، هذا الموجود غير المستقر في الوجود، صح؟ الأصوات كيفيات غير مستقرة في الوجود تقبل التجزي، لكن هل تجزئة اللفظ بأي معيار، يعني بأي معيار نحن نجزئ الألفاظ حتى نتكلم عن الجزء المعتبر والجزء الغير المعتبر؟ هل كل أجزاء اللفظ معتبرة يعني في الدلالة، أو بعضها معتبرة في تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب، تمام؟ نرجع إلى الحاشية الثالثة.
في تجزئة اللفظ. لابد أن نتكلم عن جزء اللفظ حتى يتم هذا الكلام. تمام؟ سننتقل بعد ذلك إلى تجزي المعنى. تمام؟ يعني حتى تجزي اللفظ فيه صعوبات يعني. تمام؟ فيه صعوبات بالنسبة للدلالة على المعنى. تمام؟ ليس كلامنا عن تجزئة الصوت فيزيائيا. تمام؟ يعني مع مراعاة الدلالة على المعنى نتكلم عن صعوبات تجزئة اللفظ. تمام؟ طيب، الحاشية الثالثة تفتح علينا بعض الآفاق. نقرأ قوله: جزء منه، والمراد بالجزء الجزء المستقل المرتب في السمع. إذن ليس مطلق الجزء هو المراد. تمام؟ الجزء المستقل المرتب في السمع، يعني نستطيع أن نلاحظ الأقسام يعني في هذا التجزي قسما واحدا مستقلا في السمع، نستطيع أن نميز بين هذا وذاك، ليس فقط تمييزا وهميا يعني، تمييزا واقعيا نستطيع. طيب، وإلا فيلزم أن يكون الأسماء النكرة الدالة بأصل الكلمة على المعنى وبالتنوين، يعني على معنى وبالتنوين على معنى آخر. هنا أتى بإشكال. سنر durumlarından bir tanesi arkadaşlar. Lafzın tecezzisi ile alakalı. Tamam? Zor bir mesele. طيب. الاسم النكرة مثلا مثلا عندي خبر، مثلا أقول لكم عندي خبر. خبر هنا اسم نكرة، صح؟ هل خبر لفظ مادة خبر مع هيئته فعل كهيئة الأسماء المصدر، هل هذا اللفظ يدل على معناه الموضوع له؟ عندي خبر مادة خ ب وراء. نعم. هل يأتي في آخره تنوين عندي خبر؟ نعم تنوين. هل دلالة هذا اللفظ بدون ملاحظة النون في آخر اللفظ، هل هو عين دلالة اللفظ مع ملاحظة النون في آخر اللفظ؟ ليس عين المعنى، صح؟ بل هذا النون يأتي على معاني مختلفة بحسب السياق. قد يأتي مثلا هنا بدون سياق معين يأتي على خبر واحد يفيد الوحدة، لأن لفظ الخبر يدل على ماهية الموضوع له بدون تقييدها بالوحدة والكثرة. لكن لما قلتم عندي خبر غير عندي خبران وعندي أخبار، في خبران وأخبار يوجد معنى الخبر الموضوع له، صح؟ لكن يوجد كثرة، التثنية والكثرة والجمع، ولكن عندي خبر يوجد هذا النون، هذه النون تفيد الوحدة، وفي سياق معين ربما يفيد التعظيم، يعني عندي خبر عظيم الشأن. تمام؟ بحسب السياق يعني، عندي خبر عظيم الشأن. تمام؟ تنوين له استعمالات كثيرة يعني النون. إذن دلالة اللفظ تختلف بانضمام هذا النون في الاستعمال وبدون وجود هذا النون، هذه النون، هذا الصوت، هذا الصوت، خبر، خبر، خبر. طيب، لكن هل أيها الإخوة هذا الجزء من الصوت، هذا النون، هذا الصوت، هذا الجزء من الصوت، هل يدل على جزء معناه؟ هل يدل أو لا؟ هل جزء اللفظ يدل على جزء المعنى أو لا؟ لا يدل. كيف لا يدل؟ قلنا يعني هذه النون لها دلالة على خبر عظيم، يعني يفهم منه الوحدة مثلا، يدل على الواحد.
لكن مع الخبر في التركيب هل اللفظ المركب مثلا نقول عندي خبر، عندي خبر مع بعض المركب، هذا المركب دلالته مدلوله واحد، مدلوله مدلول واحد، هل هذا النون هذا الصوت يدل على جزء من المدلول، مدلول المركب الكامل؟ نعم صح، صوت نون له دخل يعني في له جزء يعني يدل على جزء من المعنى المدلول المركب، لكن هل هذا النون هذه النون هل أيضا أليست جزءا من لفظ خبر، هو جزء من لفظ خبر، هل دلالة هذا الخبر الواحد دلالة لفظ خبر على الخبر الواحد أو الخبر العظيم الشأن، هل هذه النون لها دلالة على هذا الجزء من المعنى من معنى لفظ الخبر؟ انتبه ليس التركيب كاملا، عندي له ما له، لكن خبر هو لفظ المفرد صح؟ هذا اللفظ المفرد له دلالة، هل هذا اللفظ المفرد دلالته مدلوله هل لصوت نون دخل في هذا المدلول؟ يعني خبر واحد نفهم منه أن عندي خبر واحد، نعم، هل يدل جزء هذا اللفظ يعني صوت النون هل يدل على جزء المعنى جزء المدلول؟ نعم، إذن المفروض أن يكون مركبا. هل نحن ندعي أن لفظ خبر هل المبتدأ أو مفرد أو مركب في هذا التركيب؟ عندي خبر، عندي خبر مقدم وخبر مبتدأ مؤخر، هل لفظ خبر مفرد أو مركب؟ ما رأيكم؟ مفرد، ولكن جزءه يدل على جزء معناه، كيف ندخله في المفرد؟ هل ينتقد التعريف والتقسيم مع أنه يعني ينطبق عليه تعريف المركب يدل جزءه على جزء معناه؟ ماذا نفعل؟ نعم، فهذا هو هذا تفسير الجزء من اللفظ بكونه جزءا مستقلا مرتبا في السمع، يعني يمكن أن تجعله مستقلا في التلفظ يعني، تمام؟ فلذلك المترتب على السمع في السمع الجزء المستقل المرتب في السمع نقيد الجزء بهذا المعنى، فلذلك يخرج هذا اللفظ من كونه مركبا ويدخل في المفرد، لأن هذا الجزء ليس مقصودا يعني، لكنه ليس مرتبا في السمع، فبالتالي ليس بجزء. جميل، نعم. وكذا الأسماء المعربة الدالة بإعرابها على المعاني المعتورة، ها تقول مثلا ضرب زيد عمرا، ضرب زيد هذا الضمة، ضرب زيد هذه الضمة في زيد، هل هذه الضمة تكسب لفظ زيد معنى الفاعلية في التركيب؟ نعم، ولكن يدل جزء لفظ زيد على جزء معناه زيد، لأن هذه الضمة، لكن مع ذلك غير معتبر، هذه الضمة غير معتبرة يعني غير مستقل في ترتيبه في السمع يعني. طيب، إذن هناك في اللفظ أجزاء تدل على معانيها، تدل على جزء من المعنى المدلول، لكنه مع ذلك لا ندعي أن هذه الأجزاء مفردة أو هذه الأجزاء التي تحمل هذه الأجزاء تحتوي على هذه الأجزاء الصغيرة جدا، تمام؟ يعني كل صوت قليل ربما يكون له دخل في إفادة الدلالة في الدلالة، لكنه لا نعتبره في تقسيم المفرد والمركب، يعني تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب له حدود، يعني لا نستطيع أن نصل إلى مستوى حقائق فيزيائية يعني في التقسيم، تمام؟
يقول والأفعال الدالة بمادتها على معانيها وبهيئتها على الزمان مثل نصر ينصر نون صاد وراء يدل على مادته، لكن توالي ترتيب الثلاث فتحات على نصر على صوت النون وصوت صاء وصوت راء، ترتيب الثلاث فتحات يدل على الزمان الماضي، ونحن لا نستطيع أن نجعل هذا الصوت هذه الهيئة أمرا مستقلا عن المادة، لأن الصورة لا تنفك عن المادة. هكذا فكروا على 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 على, على شو اسمه على طراز الهيولى والصورة، يعني الصورة لا توجد بدون المادة والمادة لا توجد بدون الصورة، تمام؟ لا نستطيع أن نجعل الصورة موجودة مستقلة يعني، تمام؟ يقول وأمثالها داخلة، يعني يلزم أن يكون هذه الأشياء وأمثالها داخلة في المركبات، وإن لم نفهم من جزء اللفظ فهما معينا، يعني الجزء المستقل المرتب في السمع، تمام؟ طيب ما فائدة هذا التدقيق في تفسير لفظ الجزء، يعني جزء اللفظ في تفسير جزء اللفظ؟ جزء اللفظ هو أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة معقدة جدا أيها الإخوة، حيث لا نستطيع أن نقسم نجزئ اللفظ إلى أجزاء واضحة محسوسة ونرى مقابل كل جزء معنى واضحا نجزئ المعاني إلى الأجزاء المحسوسة ونقابلها مقابلة الآحاد بالآحاد. يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى ليس بهذا الشكل، يعني مثل المحسوس، يعني الدلالة ليس أمرا محسوسا مثل الجسم نقسمه بالسكين إلى 4-5 أقسام، يعني تمام؟ يعني الأمور معقدة جدا، لا تستطيع أن تجرد اللفظ وتجعله هكذا جزءا مستقلا في السمع يعني ويدل على جزء معناه، لا تستطيع أن تنزعه يعني من اللفظ، من مجموع اللفظ، يعني تجزئة اللفظ في نفسها أمر صعب مشكل، يعني كتجزئة الأجسام صح؟ لما نجزئ هل نصل إلى نهاية؟ فيه خلاف بين العقلاء بناء على نظرية جوهر الفرد والهيولى والصورة، فكيف تجزئة المعاني ومقابلة الآحاد بالآحاد؟ يعني birebir eşleştirme yapamıyoruz yani. İşaret edenle arkadaşlar konu şu yani problem şu. İşaret edenle işaret edilen arasında ki delalet o kadar garip bir hadise ki aslında, yani işaret edenin mahiyetinin çok farklı yönleri tesir edebiliyor ama biz bu işaret edeni bile matematiksel fiziksel olarak böyle keskin cüzlere ayırıp manaları da keskin cüzlere ayırıp matematik gibi birebir eşleştirme yapamıyoruz yani. Bu neden önemli? Bu yarın öbür gün bir lafzın delaletini incelediğimiz zaman terkipten ve suretten bağımsız yapamıyoruz. Ve o sureti de elimize alamıyoruz, şöyle tutamıyoruz yani. Lafzın suretini de alamıyoruz, mananın suretini de alamıyoruz. Yani her istimalin biricikliği var. Lafız cihetinden de mana cihetinden de biricikliği var yani. Parçalayamıyoruz yani tahlili, böyle cevheri fertlere kadar tahlil edemiyoruz yani. O manayla lafzın tecziyesini yani parçalamasını yani, tamam, tahlilini. Ya bu çok önemli bir şey, bakın bu sınır durumlarında delalet tartışmalarında işimize yarayacak. Ayıramıyoruz, delalet terkipten geliyor. Ennekiratu fi siyakin nefyi tufidul umum. Hadi bakalım bunu bize parçala, ne parçalayamazsın bunu, bu delaleti. Tamam? Parçalayamıyorsun. Dolayısıyla yani lafızlarda bile parçalama çok zor bir şey. Dolayısıyla şu mantığı bırakmamız lazım. Lafızlar manaların kalıplarıdır cümlesi var ya. O bizim ufkumuzu daraltıyor bir yerlerde. İşe yarıyor, pedagojik değeri çok yüksek orta seviyeye kadar. Ama üst seviyelerde lafızların manaları olan delaletini incelerken kalıp, lafızların manaların kalıbı olduğu modeli problemli bir model. İşimize yaramıyor arkadaşlar bu model. Tamam? Bu modeli sorguluyoruz yani. Lafızlar manaların kalıpları falan filan değil yani. İlginç bir şey var, lafızlar var. Bir şekilde lafzın en ufak bir ses hareketi bile manaya tesir edebiliyor. Bir vurgu, bir tekide sebep oluyor. Tamam? Küçücük bir vurgu yani. Eşşek herif dediğin zaman eşşek
Çek adam dediğin zaman şeyi hafif uzat. Farklı oluyor yani delalet. Tamam. Buralar anlaşıldı mı? Buralarda bir anlaşılmadık bir mesele yok herhalde. Yani ufkumuzu geniş tutalım. İşaret eden ve işaret edilen arasındaki bağıntı, yani sentaks ile semantik arasında, şekil ile anlam arasında, lafız ile mana arasında, madde ile suret arasında diyelim. Tam madde ile suret demeyelim tabi. Yani lafız ile mana arasında, tamam mı? Sentaks ile, nahiv ile semantik, mana, meani arasında çok girift bir ilişki var. Yani biz bu ilişkiyi böyle bir bilim adamı gibi çok ince tahlilleri yapmaya çalışsak bile bir yere kadar yapabiliriz. Bir yerde istimalin biricikliği ve istimalin hususiyetleri devreye girer. Onu tekrar inşa edemiyorsun. Yani aynı lafız ve manayı hiçbir zaman istimaldeki bir delaleti başka bir istimalle, başka lafızlarla aynı delaleti vücuda getiremiyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbir terkip diğer bir terkibe indirgenemez. Hep öyle diyorum ya ben derslerde. Hiçbir terkip başka bir terkibe indirgenemez. Hiçbir müfret lafız bile indirgenemez aslında. Tenadüfün olmadığını falan söyleyeceğiz usulü fıkıhta. Tamam? Ya bunlar çok muazzam hadiseler. Neden muazzam? Bu delaletin mahiyetini, yani bize bu zihin beden ikilemi var ya, yani mahsus olanla duyulur olanla akledilir olan, hani mana akledilir olan, ses duyulur olan ya, bu ikisi arasındaki irtibatı anlamamız için bu sorgulamalar, bu incelemeler falan çok önemli yani. Yani sanki hepsi beraber bir nefsül emir zarfında bir bütün olarak iş görüyorlar mekanizma. Tamam? Yani duyulur ve düşünülür ayrımı o kadar keskin değil sanki yani. Belki o sınır durumlarına gidersek farklı şeylerle karşılaşacağız yani. Çünkü o duyulur dediğimiz şeyin kendisi de benim tecrübeme konu olan bir nesne yani. Düşünülür olan da öyle. Yani o zihin hariç ayrımı da bir yerde zorlanacak yani. Tamam? Bunlar sorgulamaları düşünelim. Bunlar işimize yarayacak yani ileride. Tamam? Daha derin sınır durumlarındaki tartışmalarında bunlardan faydalanacağız. Şimdi manalarda lafızlarda bile tecezzi zorken manalarda tecezziden bahsetmek o kadar zor bir şey ki. Ne manada tecezziden bahsediyorsun? Mananın cüz'inin olması ne demek? Çok büyük bir mesele bu yani. Bu bir model yani. Cisimler arasındaki parça bütün ilişkilerini sen mana dünyasını modelliyorsun. Cisimlerdeki mahsus parça bütün ilişkileriyle. Ama bu lafızların delaletleri, yani bu model dar gelebilir bazı yerlerde. Anlam dünyasına doğru biz yol alırken inceliklerde bu parça bütün modeli anlamın tahlili açısından bizi zor durumda bırakabilir sınır durumlarında. Tamam? Evet, buyur kardeşim. Yasin, sensin değil mi? Evet. Ve bu kadar keskin değil yani. Hayır, biz şimdi ulemanın anlayışını, yani müteahhirin ulemanı, yani şu tehzip metninin yazıldığı zamanlardaki dil tartışmalarındaki kavramlar ile, yani hicri diyelim 7. 8. 9. asırdaki dil ile tartışmalar ile, atıyorum ilk dönem nahivcilerini biz kıyaslarsak faydalı olur. Bugünle ilgili bir şey demiyoruz. Yani bugünün gelişen dil bilimleri tartışmalarına dair biz o gözle buraya gelip baktığımız zaman ne göreceğiz manasında demiyorum ben. Yani senin sorduğun sorudan şunu anlıyorum. Yani 7. hicri 7. 8. asırdaki mesela kalıplar ve anlayışlar ile dili tahlil, delalet ve anlamla uğraşma modelleri ile mesela hicri 2. 3. asırdaki Sibevey ve ondan sonraki nesillere ilk dönem Sibevey şarihlerinin mesela ilgilendiği ve sahip oldukları modeller arasında nasıl farklar var? Bunların incelenmesi lazım. Yani müteahhirinin bazı modelleri belki belli felsefi kelami tartışmalardan etkilenerek ortaya çıkıyor.
Mesela bir madde suret diyerek lafzı anlamı tahlil ediyoruz. Bu ne bileyim bir heyula suret tartışmasından sonra gündemimize giriyor. Yani Molla Cami zamanın felsefesinden, bilim anlayışlarından bigane olarak dil bilimlerini tartışmıyor yani Molla Cami. Tamam? Yani acayip bir felsefe var orada. Yani belli felsefi çerçeveleri kullanarak dil bilimi yapıyorlar. Tamam? Biz diyoruz ki bu çerçevelerin bir kısmı bazı sınır durumlarında işe yaramayabilir. Yani onları mutlaklaştırmayalım bu modelleri diyoruz. Tamam mı? Ufkumuzu daha geniş tutalım. Modeller daha dinamik olsun. Sınır durumlarında yeni modeller inşa edelim. Anlamla uğraşırken. Tamam? Yani benim kaygım bu. Yoksa bunları reddediyoruz manasında değil. Yani 2. 3. asırdan sonraki gelişmeler müteahhirinin farklı ilimlerden beslenerek geliştirdikleri modellerle mahvi ve belagatı geliştirmelerine dair yaptıkları çabaları boşa falan saymıyorum. Yani asla öyle bir şey yok. Tam tersi bunlar bir bilim adamı hassasiyeti gibi bir şeyle, bir fizikçi hassasiyetiyle ince tahlillere dibine kadar vurmaya çalışmışlar. Bir Nu'nun delaletini o kadar incelemişler ki onun sesinin yani. Sen konuşurken sesi çıkıyor ya. Onun delaletinin olası bütün istimallerini adamlar kuşatmaya çalışmışlar yani. Ve o parça bütün modeliyle yapmaya çalışmışlar bunu ve ciddi bir başarı elde etmişler. Muazzam bir seviyeye gelmişler. Yani bunu tefsirlere gittiğiniz zaman görüyorsunuz. En ufak bir tenvinin üzerinde yaptıkları delalet tartışmaları inanılmaz bir seviye yani. Bunu neyle yapıyorlar? Bu modellerle, yani bu model sofistike bir model aslında. Bu geliştirdikleri parça bütün modeli. Ama ben diyorum ki bazı yerlerde biraz daha ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Onlar da farkındalar bence bu modelin her yerde her zaman işe yaramadığını. Dedim ya nekiretu fi siyakin nefi tufidul umum. Hadi gel bunu çöz yani. Bunu lafzın cüzü diye bir şey var mı burada mesela? Yani umumun delaletini tahlil ederken nekirenin dahli, efendim selbin dahli falan bir bütün olarak parçalayamıyorsun burada terkibi mesela. Zorlanıyorsun yani. Tamam? Benim diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Devam edelim mi? Var mı bir sorusu, bir işgali, bir paylaşımı olan burada? Buyur. Yani lafzın tecrisi fiziksel bir zorluk. Yani delaletle irtibatı açısından da istimalde böyle bir zorluk var. Yani bir şekilde şu anda kullandığımız dilin mahiyeti böyle. En ufak bir ses değişimi delaleti etkiliyor. Diyorum ya ben size hani kelimeyi biraz vurgulu söylediğiniz zaman delalet farklı oluyor. Yani en ufak bir ses bunu tam bölemiyoruz. Fiziksel olarak yani delaleti kale alarak fiziksel bölmeyi yapamıyoruz fazla. Yani belki normal sadece lafzı itibarı alarak fiziksel olarak bölebiliriz. Bir sesi alırız, efendim kaydederiz. Sonra böyle efendim özel programlarla, laboratuvarlarda ayırırız ama delaletle, manayla irtibatını takip ederek nerede yani o cüz muteber yani, nerede bitiyor? Anladınız mı? Yani o cevheri ferde yaklaşırken o sesin bir zamana yayılarak çıkıyor ya, milimetrik bir saniye yani. O bir vurgu falan. Orada nerede delaletten kopacak artık falan yani. Manayla irtibatından kopacak bu cüz. Onu çözemiyoruz mesela. Neden biliyor musunuz? Mananın bu şekilde fiziksel bir incelemeye konu olamamasından kaynaklanıyor. Yani delaleti itibara alarak yani lafzı yaptığınız zaman. Anlaşıldı mı yani bu son dediğim? Ya vazı aşaması daha zor bir aşama Yunus Emre. Biz vazı, hiç ben vazıdan bahsetmedim dikkat ederseniz. Çünkü vazı bir varsayım zaten. O ayrı bir model. Yani bir vazının var olduğu ayrı bir tartışma. O çok daha zor bir şey. Yani vaz mertebesinde bu lafız zaten bir manaya daha önce istimal öncesinde vaz edilmiştir. Biri kalkıp onu ona tayin etmiştir. Bu bir model yani. Bir model derken bakın modeller yanlış veya doğru değillerdir. İşe yararlar yani sadece. Tamam. Ben bu modelde deyince abi hoca bunu kabul etmiyor, vazı inkar ediyor falan diye düşünmeyin. Tamam. Yani öyle bir şey anlaşılabilir benim dediklerimden. Vaz diye bir şey yanlışmış, ulema yanlış yapmış falan. Böyle bir şey değil bu tartıştığım konu. Tamam. Yani bu yanlışlama, doğrulamaya konu bir şey değil. Yani şöyle bir şey buna benzer. Bir marangozun kullandığı testere yanlıştır abicim.
Hani böyle bir şey anlamlı mı sizce mesela? Marangozun testeresi abi yetmiyor falan yani şu incelikleri şu sandalyenin şu ucuna böyle güzel bir sanatsal bir nakış yapmakta testere yetmiyor dediğim zaman ben size. Abicim bu adam marangozun testeresini inkar ediyor der misiniz yani mesela? Yani. Onun gibi bir şey düşünün. Yani hissediyorsunuz değil mi kastettiğim şey? Yani bilim yapmak demek ne demek? Yani ilim yapmak demek. Bunu inşallah ileride bilim felsefesi okursak model ve analoji dediğimiz hadisenin yani mevcut verileri kale alırken bir modelle verilere yaklaşıyorsunuz ve o verileri yorumluyorsunuz. Ve sonra yaşadığınız bazı problemleri nasıl çözerim diye belli efendim hamleler yapmaya başlıyorsunuz. Yani yaptığımız iş bu. Bakın yaptığımız işin mahiyeti. İster bu fizik yaparken de böyle yapıyorsun, sosyoloji yaparken de böyle yapıyorsun, fıkıh yaparken de böyle yapıyorsun, dil bilimi yaparken de böyle yapıyorsun. Yani nahiv yaparken de böyle yapıyorsun. Belagat yaparken de model kullanıyorsun. Bütün ilimlerde böyle. Hatta ben daha da öteye geçiriyorum. Bu şu anda çok tartışılmış bir şey değil. Ben görmedim fazla kitaplarda. Bunun bir ötesi nedir biliyor musunuz? Metafizik yaparken de model kullanıyoruz. Bu bir facia gibi görünüyor yani. Teşbihlerle işi götürüyoruz. Bütün varlık tartışmalarımızı. Analojilerle götürüyoruz yani. Ya bu muazzam bir şey. Bakın bunun farkına varsak bütün yaptığımız iş, ilmi faaliyetlerimiz, kelamın dibi, mantığın dibi, mantık felsefesi yani falan, dil felsefesi falan. Bütün kognitif süreçlerimiz zihnimizdeki bütün bilme aşamaları, istidlal aşamalarının hepsinin temelinde teşbih, analoji ve model diye bir şey var. Metafizik yapmak dahil yani. İlahiyat tartışmaları dahil buna. Bütün ilimleri bir çatıda toplayabildiğimizi ben söylüyorum. Bakın fizik nerede, sosyoloji nerede, nahiv nerede, fıkıh nerede diyorsun. Kelam, metafizik, ilahiyat tartışmaları nerede? Ben hepsini toplandığı bir çatıdan bahsediyorum biliyor musunuz yani? İnşallah yani şimdilik bunlar sorgulamalar biz dil biliminde mantık dil ilişkilerinde biraz derinleşeceğiz bu kitapta tehzipte. Mantık, dil, yani dil ve gerçeklik ilişkileri, delalet meselesine biraz derinleşeceğiz. İleride inşallah bu konuları daha böyle derin okuyarak ilerleyeceğiz yani. Bir şeyler belki üreteceğiz yani 10-15 sene sonra. Bu ulemanın derinliğinden de beslenerek yani. Var mı arkadaşlar bir paylaşımı, bir şeyi olan, muvafakat eden? Yani bu konular, anladığım konular size çok uzak geliyor mu? Bu tartıştığım, söylediğim şeyler. Abi ne alaka? Biz tehzip okuyoruz işte lafızların taksimi falan yani. Bildiğimiz şeyler falan. Ne alaka? Niye bunları konuşuyoruz falan diyen var mı hiç aranızda yani? Muvafakat eden, konuştuğumuz konuları konuşmamız lazım diye düşünenler. Yani bu kitapları okurken. Hayır, sadece anlatım değil, sadece birini anlatmak değil. Kendimiz bir şeyi bilirken modelleri kullanıyoruz. Evet. Tabii o kadar tehlikeli bir şey. Bütün epistemoloji falan hani o epistemoloji, ontoloji, dil, mil falan bu ayrımlar işe yaramıyor. Bu konuştuğumuz seviyede yani tamam. İşte bu sen epistemolojik konuşuyorsun, yok ontolojik konuşuyorsun, yok sen bilmem işte dil bilimci gibi konuşuyorsun. Ne gibi konuşuyorsan konuşayım. Şu anda konuştuğumuz bir mesele var. Bilme hadisesinin teşbih, kıyas, kıyası fıkhi, kıyası akli. Acaba ikisi de aynı yere mi dönüyor? Bunu sorgulayacağız, biliyorsunuz mu? Yani. İstidlal meselesi yani. Herhangi bir tecrübemizde ortaya çıkan bilgilerle, düşünce nesneleriyle karşılaşırken biz neler yapıyoruz acaba? Bunu sorguluyoruz bakın. Yani düşüncenin mahiyetine derinleşiyoruz. Aslında yaptığımız şey bir tür mantık yani. Hani eskilerin mantık şeyin nazarın hakikatini incelemiyorlar mı? Mantıkta biraz. İnceliyorlar değil mi? Yani bilgiye ulaştırması açısından nazarı inceliyorlar. Biz aslında bütün bilimlerin iş yapma tarzında ki mekanik süreci yani o süreç nasıl işliyor onu incelerken düşünceyi inceliyoruz demek. Düşüncenin mahiyetini inceliyoruz. Bakın bu konu şu anda bilim felsefesinde tartışılıyor. Bilim felsefesi kitaplarında çok ayrıntılı, ilginç tahliller var yani. Matematik yaparken ne yapıyoruz? İktisat yaparken ne yapıyoruz? Fizik yaparken ne yapıyoruz? Adamlar bunlar üzerinde düşünmüşler. Ve çok muazzam ilimler geliştirmişler. Bu ilimlerin belli başlı meseleleri bizde dağınık bir şekilde yok değil yani. Var.
Ama yani bir bütün olarak adamlar bunları daha sistematik bir şekilde ele almışlar 50 senede. Son 50 senelik abi ilimden bahsediyorum. Yani bu bilim felsefesi tabii bir yönü. O kognitif sürecin mahiyetini teşrih etme yani. Tamam? İnşallah ileride bunları okuruz. Yani bunlar yeni ilimler. Bunları medreseye koymamız lazım bu bilim felsefesi. Bence yani ilk başta medreseye girmesi gereken ilim bilim felsefesi. Yani bir numaralı ilimlerden. Hani acilen almamız gereken ilimlerden bir tanesi bilim felsefesi yani. Ondan sonra diğer ilimlerin önemini anlayacağız yani. Diğer felsefelerin, tartışmaların, gelişen bilimlerin, sosyal bilimlerle doğa bilimleri üzerine yapılan felsefi tartışmaların, mahiyet tartışmalarının yani, tamam? Ve felsefenin anlamı, metafizik ve ilahiyat yapmanın anlamı üzerine yapılan tartışmalar sonra da. Tamam? Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar yeter. Bayağı bir dağıldık ama yani bu konular hani bugün sentaks ve semantiğin irtibatı bağlamında tartışılıyor. Bu az önce girdiğimiz lafızların tecessisi meselesi. Tamam? Yani semantik olan sentaktik olana indirgenebilir mi tartışmasıyla da alakalı ki biz sentaktik olanın manayla semantik olanla irtibatı söz konusu olduğu zaman o mülahazayla beraber sentaktik olanı bile çok derinleşemiyoruz, çok tahlil edemiyoruz, parçalayamıyoruz bir yerde diyoruz. Yani istimal bir bütün olarak karşına çıkıyor. Sentaksı semantiği ayıramıyoruz diyoruz, tamam? Evet. Geri dönelim. Tayyip. Nerce eyyuhel ikhva. وَالْمَوْضُعُ اَيْ لَفْضُ الْمَوْضُعُ اِنْ اُرِيدَ دَلَالَةُ جُزْءٍ مِّنْهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَهِمْنَا جُزْءٍ مِّنْهُ يعني جُزْءٍ مِّنَ اللَّفْضِ ماذا يقصدون بقوله جُزْءٍ مِّنَ اللَّفْضِ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَهُوَ الْمُرَكَّبُ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُفْرَدُ فَالْمُرَكَّبُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِتَحَقُّقِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ لِلَّفْضِ جُزْءٌ طبعا هذه الأمور الأربعة تستنبط من تعريف المركب صح؟ من بداية التقسيم الأول أن يكون لللفظ جزء والثاني أن يكون لمعناه جزء هل للمعاني أجزاء؟ يعني هذا سؤال أصعب من سؤال تجزئة اللفظ يعني ونحن نسلم أن للمعاني أجزاء يعني بأي معنى نستخدم معنى لفظ الجزء هنا؟ بنوع من الكثرة يعني في نوع من يعني هناك نوع من الكثرة في المعنى المدلول يعني تمام في المعنى المدلول عليه باللفظ طيب أن يكون لمعناه جزء والثالث أن يدل جزء اللفظ على جزء معناه تمام دلالة جزء يعني أن يكون لجزء اللفظ مدخلية في تحقق المعنى المركب يعني طيب والرابع أن تكون هذه الدلالة مرادة ها ليس فقط أن يكون الجزء اللفظي يدل على جزء المعنى لابد أن يكون هذه الدلالة مقصودة ومرادة يعني في الاستعمال تمام طيب سنفهم طبعا هذه الشروط من خلال الأمثلة نفهم أكثر فبانتفاء كل من القيود الأربعة يتحقق المفرد يعني فبانتفاء كل واحد من القيود الأربعة يتحقق المفرد لأن المفرد هو سلب المجموع سلب المجموع يتحقق بسلب أحد أجزاء المجموع يعني أحد أجزاء المجموع انتفاؤه يكفي لانتفاء المجموع ولكن انتفاء جميع الأجزاء مع بعض دفعة واحدة أيضا يقتضي انتفاء المجموع بطريق أولى طبعا يعني فقوله فبانتفاء كل من القيود الأربعة يتحقق المفرد يتحقق ماهية المفرد يعني طبعا فبانتفاء الكل أيضا يتحقق المفرد تمام فبانتفاء الكل يعني جميع الأجزاء أيضا يتحقق المفرد فللمركب قسم واحد وللمفرد أقسام أربعة الأول ما لا جزء لللفظ نحو همزة الاستفهام مثلا نقول أقائم زيد أو أزيد قائم هنا أ همزة الاستفهام
تفيد معنى، تفيد طلب الفهم، صح، تفيد طلب الفهم، ولكن هذه الهمزة لا تجزأ إلى الأجزاء المعتبرة يعني المستقلة المرتبة في السمع، تمام؟ وإلا همزة أ يأخذ قدرا من الصوت، صح، ينتشر في زمان معين، وبالعلم الفيزياء يمكن أن نقسم هذا الصوت، صوت همزة أ أ، صح، يأخذ وقتا معينا ولو قليلا جدا يقبل التجزي، لكن هذا الجزء غير المعتبر، تمام، في الهمزة. طيب، يعني فهو بمثابة لا جزء لهذا اللفظ. أ هو حرف، صح، أزيد قائم، همزة هنا، الهمزة هنا كلمة وحرف، كلمة حرف، لكن لا جزء له جزءا معتبرا، تمام. إذن الجزء هنا أيضا أصبح اصطلاحا علميا يعني في علم النحو، تمام، أو في علم المنطق، الجزء. طيب، ما لا جزء لللفظ نحو همزة الاستفهام، وإلا في الحقيقة له جزء، صح، لغويا هل له جزء؟ نعم له جزء لغويا، تمام. والثاني هذا اللفظ مفرد، همزة الاستفهام مفرد. والثاني ما لا جزء لمعناه نحو لفظ الله، لفظ الله، نحو لفظ الله، لفظة الجلال. طبعا الكلام في عدم تجزئة مدلول لفظة الجلال يعني لا يليق، والله أعلم، يعني أنا لا أستسيغه أدبا، لا أستسيغه أدبا، لو كان يمثل بالنقطة أو بشيء آخر أو بالجوهر البسيط أو شيء آخر، يعني لفظ البسيط مثلا، يعني لعله قد يكون أولى، يعني تمام. ما لا جزء لمعناه نحو لفظ الله، يعني أصلا، لأنه لا يتصور التركب تركب والتجزي وأنواع الشوائب الحادثات والممكنات يعني في مدلول لفظة الجلال. طيب، لكن المقصود واضح. والثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه، ما لا دلالة لجزء اللفظ، يعني اللفظ له جزء والمعنى مركب، لكن جزء هذا الجزء من اللفظ لا دلالة له على معناه، على معنى اللفظ، انتبهوا، معنى المركب لللفظ، كزيد وعبد الله علما، يعني كزيد، زيد لوحده مثال، صوت الزاي زا زيد لا يدل على شيء من معنى زيد، من مدلول لفظ زيد، تمام، واضح. وعبد الله علما، عبد الله يعني صوت شوي طويل، صح، عبد الله، في الحقيقة عند النحاة هذا اللفظ مركب من كلمتين، عبد والله، صح، مضاف ومضاف إليه، لكن عند المناطق هذا اللفظ عبد الله استعماله علما يكون مفردا. لماذا؟ لأن لفظ عبد، وإن كان هذا المثال يختلف عن مثال زيد في الظاهر، لأن زيد لفظ زا لا يدل على معنى زيد، ولكن عبد يدل على معنى ما، وإن لم يدل على معنى مدلول عبد الله علما، يعني لنفرض أن عبد الله علما يعني اسم علم لشخص معين، هذا الشخص المعين مثلا هو إنسان مع مشخصاته، الإنسان مع هذا الإنسان المعين مع مشخصاته هو مدلول لفظ عبد الله. هل العبودية، هل العبودية معنى العبدية، عبد، هل هو جزء من معنى الإنسان مع المشخصات؟ لا، يعني لا يلاحظ هذا في اللغة، وإن كان في نفس الأمر كل الناس عبيد لله تعالى، تمام، ليس هذا ملاحظا يعني، تمام. طيب، إذا لفظ عبد ولفظ الله مثلا مدلول لفظة الجلال، وإن كان هذا الجزء الله جزء لفظة الله، وإن كان له معنى، لكن هذا المعنى ليس معنى مدلول لفظ عبد الله، تمام، لا يدل على معناه، يعني معنى المركب، تمام، معنى اللفظ الكامل، يعني ليس أن يدل على معنى ما، يعني زا أيضا يدل على معنى ما في زيد، صح، زا يدل على نفسه، يعني على حرف موجود في بين الأحرف الهجائية، صح، في الألفباء، يعني زا، لكن هل يدل على شيء من معنى زيد؟ لا يدل على شيء من معنى زيد، وإن كان يدل على معنى ما، تمام، عبد يدل على معنى ما، الله يدل على معنى ما، لكن لا يدل على جزء معناه، واضح. طيب، والرابع ما يدل جزء لفظه على جزء معناه،
ها هنا الدلالة متحقق على جزء معنى لكن الدلالة غير مقصودة. يعني لللفظ جزء وللمعنى جزء وجزء اللفظ يدل على جزء معنى المركب ولكن هذه الدلالة غير مقصودة غير مقصودة كالحيوان الناطق علما لشخص إنساني مثلا ولد طفل سميناه ولد إنسان سميناه حيوانا ناطقا يعني أعطيناه هذا اللفظ كعالم اسمه حيوان ناطق يعني تعال حيوان ناطق اذهب حيوان ناطق يعني روح حيوان ناطق إلى آخره يعني صح نقول طيب حيوان ناطق اسمه هل هذا اللفظ حيوان ناطق هل له أجزاء نعم حيوان وناطق هل اللفظ مثلا جزء الحيوان هل يدل على جزء المعنى هل المعنى مركب نعم هذا الإنسان المعين مع مشخصاته يعني لللفظ جزء وللمعنى جزء وجزء اللفظ يدل على المعنى ما ويدل على معنى الحيوان الناطق معنى هذا الإنسان صح معنى المدلول المركب نعم ولكن دلالته هو ليست مقصودة لأن هذا المدلول هذا الإنسان هو إنسان مع مشخصاته وكل إنسان حيوان وفي مدلول هذا اللفظ يوجد معنى الحيوانية وهذا الجزء من اللفظ جزء الحيواني يدل على هذا الجزء من المعنى نعم يدل على الحيوانية صح يدل على لكن هذه الدلالة غير مقصودة عند الاستعمال تمام عندما نستعمل لفظ الحيوان الناطق علما على شخص لا يكون هذه الدلالة مقصودة ومعتبرة تمام بل نقول حيوان ناطق تعال هل نلاحظ معنى الحيوانية يعني فيه لا نقصد بل نقصد نستعمل هذا اللفظ فقط لأن ننادي به هذا الشخص وأن يكون علما يعني مثل الاتيكيت يعني على هذا الشخص انتهى الكلام باتيكيت olarak kullanıyoruz bu lafzı tamam يعني مثل الإكس يعني كأننا قلنا إكس تعال حيوان ناطق تعال لا نلاحظ دلالة الجزء على جزء معناه وإن كان يدل تمام لفظ بغض النظر عن إرادة المتكلم وفهم المخاطب هذا الإرادة بناء على قرائن الاستعمال يدل بغض النظر عن هذه الأشياء يدل لكن غير مراد وكونه غير مراد مفهوم من السياق والقرائن تمام وكونه غير مراد يعني وكون هذه الدلالة غير مرادة يفهم من السياق والقرائن عند الاستعمال أو عند الوضع أيضا تمام شخص إنساني يعني منسوب إلى الإنسان يعني تمام طيب بعض المحشين أيها الإخوة يعني ليس من شرط الدلالة الإرادة أخونا عمر فاروق يقول في استعمال لفظ الحيوان الناطق علما كيف يدل على الحيوانية مع أنه لم يستعمل في ذلك المعنى نعم لم يستعمل بمعنى لم يقصد هذا المعنى من اللفظ لكنه خروج اللفظ من الفم يكفي لكونه دالا من جهة أخرى من جهة أن لفظ الحيوان عند السامعين موضوع على معنى معين يعني صح؟ يعني بشكل أو آخر أحيانا أو دائما ما في مشكلة أحيانا على الأقل بعض الأحيان ينتقل الذهن إلى مدلول لفظ الحيوان وكثيرا ما لا ينتقل تقول مثلا اسمي ما اسمك اسمي مثلا اسمي براء هل يعني هل إذا كان اسمك براء هل أنا ألاحظ معنى البراءة يعني أنت معصوم وبريء عن الذنوب يعني في الاستعمال لا يخطر ببال يعني مبدأ الاشتقاق يعني وجه التسمية قد لا يخطر بالبال لكن هل يمكن أن يخطر هل يمكن أن يدل نعم يمكن أن يدل في بعض الأحيان يلتفت الذهن إلى معنى الجزء وإن لم يكن مقصودا تمام يعني سؤالك يرجع إلى تحقيق معنى الاستعمال هل نلاحظ معنى الإرادة في الاستعمال أو لا عند النحاة نلاحظ صح؟ يعني الاستعمال هو مصطلح يلاحظ فيه معنى الإرادة إرادة المتكلم فلذلك لا يكون الحيوان مستعملا في هذا المعنى يعني ليس مرادا بهذا المعنى لكن
هل يمكن أن يدل على الحيوانية يعني عندما نقول حيوان ناطق تعال هنا؟ نعم يمكن أن يدل، خصوصا واحد ليس عنده علم بهذا الوضع الشخصي المعين، لما سمع هذا يستغرب كيف يناديه حيوان ناطق، يناديه بماهيته مثلا، هكذا يعني يمكن يفكر، صح؟ هذا يعني أنه أن الدلالة متحققة عند البعض يعني، وهو غافل عن وضع هذا الاسم، لكن سمع نداء أحد لآخر بقوله يا حيوان ناطق تعال مثلا، حيوان يعني خطر بباله الحيوانية يعني، تمام؟ طيب، لكن بعض العلماء أيها الإخوة، بعض المحشين، عندنا أربعة أمثلة صح؟ أو خمسة أمثلة، همزة الاستفهام، لفظة الجلال، زيد الثالث، عبد الله، والحيوان الناطق. بعض العلماء أرجع مثال زيد، مثال عبد الله ومثال الحيوان الناطق إلى مثال زيد، وقالوا لا فرق بينهم بين هذه الثلاثة في الحقيقة، تمام؟ لأنه إما أن يكون جزء زيد أيضا مقصودا أو لا، وفي كل واحد ليس مقصودا، وإلا جزء زيد أيضا يدل على معنى ما، تمام؟ يعني في الحقيقة لا فرق حقيقيا بين هذه الأمثلة الثلاث يعني، تمام؟ بين هذه الأمثلة الثلاثة، ارجعوا إلى حواشي على الخبيصي، تمام؟ في تحقيقات جميلة يعني، يعني لا داعي أن نقسم هذا القسم إلى ثلاثة أقسام، زيد في قسم وعبد الله في قسم، له جزء ويدل على جزء معنى ما، لكن هذا المعنى ليس هذا المعنى ليس معنى المدلول المركب، أو حيوان له معنى وله دلالة لكن هذه الدلالة غير مقصودة. يقول هذه التدقيقات لا نحتاج إليها في الحقيقة، كلها مجموعة واحدة يعني، تمام؟ طيب، قوله إما تام أي يصح السكوت عليه كزيد قائم، يعني لفظ زيد قائم لفظ مركب أيها الأخوة، صح؟ جزءه يدل على جزء معناه، يعني قائم يدل على جزء معنى زيد قائم، هذا معروف مفهوم، وهذا اللفظ أيها الأخوة تام. لماذا تام؟ يعني بمعنى يصح السكوت عليه، وفي بعض الكتب كتب النحو نحن تعودنا لهذه العبارة يحسن السكوت عليه، كلاهما يعني كلاهما جيد، وعند التحقيق نقول ما معيار الصحة وما معيار الحسن ليس واضحا. أقول لكم يعني لو فتشنا سألنا كررنا الأسئلة ما معيار الصحة، فسر الصحة بشيء، ثم استفسرنا هذا اللفظ الموجود في تعريف الصحة هنا، ثم أو استفسرنا عن المعنى المراد في لفظ معين في تفسير معنى الحسن، يعني كون السكوت حسنا أو لا، ما معياره يعني؟ ليس سهلا، هذا صعب جدا يعني، يعني bu taksimlerin hepsi arkadaşlar genel taksimler. Sınır durumlarında böyle tefsirler zorlanabilirler. Bunlar da model yani. Tamam? Tam olup olmaması bir model yani. Şimdi böyle konuşunca böyle şey olmasın sizde yani. Bu böyle bütün öğrendiklerimiz yanlış gibi bir şey olmasın abi. Böyle bir şeye kapılmayın, tamam mı? Arkadaşlar yani hoca da her şeye itiraz ediyor falan gibi düşünmeyin, ama haşiyeciler de onu yapıyor zaten. Haşiyeciler böyle çok ince örnekler getiriyorlar. Böyle garip uç bir örnek getiriyor sana. Oralar aslında oralar modellerin sorgulandığı yerler, tamam? Yani bunu sadece ben yapmıyorum, haşiyeciler de yapıyor yani. Beni suçlamayın yani. Böyle mi okunur bu kitaplar falan demeyin yani. طيب أي يصح السكوت عليه كزيد قائم. جميل جدا. أخونا يقول يعني فسر الماء بعد الجود بالماء. جميل، يشبه هذا لكن ليس تماما، لكن يشبه يعني. نعم. فالأولى هنا أن ندعي البداهة يعني في معنى التمام هنا. إما تام يصح السكوت. طيب إما تام أي يصح السكوت عليه كزيد قائم، يعني يصح السكوت، يصح عرفا شرعا عقلا، يعني أنا لم أسكت يعني ما الذي يمنعني عن السكوت؟
يعني ليس واضحا صح؟ يعني السكوت يعني لفظ مجمل جدا يعني يصح السكوت. نعم يحسن في العرف السكوت، قلت هذا تمام، المعيار العرف، لا نستطيع أن نشرح هذا المعيار، تمام؟ مثلا لم يرجع إلى مثلا مثل إرجاعه في الخبر إلى احتمال الصدق والكذب، هذا أمر منطقي محسوس ومضبوط أكثر مثلا، تمام؟ لاحتمال الصدق والكذب مثلا. طيب ما هو التام؟ قال أي يصح السكوت عليه كزيد قائم. طيب واحد يقول قلت زيد أنا لم يعني زيد قائم، أنا أنتظر منك أن تقول زيد قائم. طيب يعني ماذا أفعل بزيد القائم؟ يعني ماذا أفادني يعني زيد قائم أو لا؟ يعني أنا لا أسكت على هذا الكلام، أسأل مرة أخرى يعني ماذا تقول له؟ لا تستطيع أن تقول له شيئا إذا لا أسكت. يعني في بعض السياقات لا يسكت عليه، يعني يعني المخاطب يعني ينتظر انتظارا، يعني طيب زيد قائم أنا لم أفهم مغزى الكلام، يعني إلى أين تريد أن تصل؟ صح؟ مع أن الكلام تام ومركب يعني، لأن هذا المعيار لا يكفي هذا الإجمال عند التدقيق يعني. طيب هل لهم تدقيقات؟ طبعا لهم تدقيقات، اذهبوا إلى حواشي شروح الألفية يعني عند الصبان وحواشي مولى جامي، سترون تدقيقات عجيبة في تحقيق معنى السكوت، صحة السكوت عليه أو حسن السكوت عليه، تمام؟ نعم، لكن هذه التدقيقات لابد أن تقف عند حد لا معيار له يعني، تمام؟ لا معيار منطقيا مضبوطا، إما يرجع إلى العرف أو إلى غيره يعني، من الأمور المعروفة بالوجدان، تمام؟ معروفة بالوجدان. طيب قوله خبر، يعني إما تام المركب التام، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. هذا التقسيم معروف لديكم أيها الأخوة، لكن تقسيم في غاية الأهمية، ونحن نفسر الإنشاء بسلب الخبر، تمام؟ بنفي تعريف الخبر. وفي عصرنا في القرن العشرين أيها الأخوة، الغربيون اكتشفوا هذا التمييز وبنوا عليه علوما كثيرة وفلسفات كثيرة في فلسفة اللغة وفلسفة العلوم الاجتماعية وفي كون تكون المجتمعات، يعني المؤثرات في تكون الاجتماع في قضية الإنشاء. وعندهم performative and constative، constative and performative، هذا التمييز تمييز الخبر والإنشاء. أكتب هنا performative يعني إنشائي، عندهم يعني العبارات يعني يعني مثلا expressions صح، performative and constative. constative إنشائي وإخباري. يعني هناك أوستن هو الذي أول من أشار في الغرب يعني في الخمسينات تقريبا، في الستينات خمسينات إلى هذا التقسيم، ثم أكمل مسيره جون سيرل، هذا الفيلسوف العظيم، فيلسوف في عدة علوم، في اللغة وفي الميتافيزيق والمنطق والرياضيات، جون سيرل. فهو طور نظرية عجيبة في تفسير تكون المجتمعات من الـ performative speech، speech acts يعني speech acts، تمام؟ speech acts يعني söz edimleri kuramını kuruyor arkadaşlar، speech acts. وهو يدقق الاستعمالات، استعمالات الإنشاء، أنواع الإنشاء في ظهور الأفعال في المجتمعات، يعني كيف يؤثر الكلام الإنشائي في الأفعال، يعني يترتب على الإنشاء أمور كثيرة جدا غير لغوية يعني. نعم speech acts سوزة دمداري. طيب نرجع إلى تعريف الخبر عند علمائنا. قال قوله خبر إن احتمل الصدق والكذب. سيأتي تعريف الخبر عند الإمام التفتزاني في بداية التصديقات بهذا التعريف، الخبر ما يحتمل الصدق والكذبة، ولم يقيد هنا بقوله لذاته، لكنه ملاحظ معنا، تمام؟ فلذلك جاء الشارح وقال أي يكون من شأنه أن يتصف بهما، يعني بذاته، يعني احتمل الصدق والكذبة بذاته، تمام؟ بأن يقال له صادق أو كاذب، يعني بأن يقال لهذا المفرد، لهذا المركب التام، هو صادق أو كاذب. إذا أمكن أن يقال من حيث ذاته بغض النظر عن دليل خارجي
وإلا بملاحظة الدليل الخارجي لا يمكن أن يحتمل بعض الأخبار الكذبة ولا يمكن أن يحتمل بعض الأخبار الصدقة، مثل السماء فوقنا فهذا خبر صادق لا يحتمل الكذب، أو الله واحد فهذا خبر صادق لا يحتمل الكذب بدليل عقلي خارجي، لكن ليس من حيث ذات الخبر، يعني ماهية الخبر من حيث هو خبر، يعني سنتاكتيك olarak arkadaşlar bakın burada syntaxla semantiği biraz ayırdık. Sentaktik olarak doğruya da yanlışa da muhtemel diyor ama içerik olarak değil. İçeriğini hesaba kattığımız zaman o içerik başka bir şeyi beraberinde getiriyor. Delille beraber o içeriği düşünmek zorunda kalıyoruz bazen. Bu durumda doğruya yanlışa muhtemel olmuyor yani. أو مثل مثلا الأربعة فرد، يعني هذه قضية لا تحتمل الصدق وهي لا تحتمل إلا الكذب، صح؟ وهي كاذبة، لكن هل قولنا الأربعة فرد خبر أو لا؟ خبر كاذب. كيف أصبح خبرا؟ لأنه من شأنه أن يتصف بالصدق والكذب بغض النظر عن أمر خارج عن محتوى الخبر وهو هنا البداهة مثلا، تمام؟ البداهة بداهة العقل أمر خارج عن ماهية هذا الخبر المخصوص يعني، تمام؟ وبلحاظ الأمر الخارجي قد يكون الخبر لا يحتمل إلا الصدق أو قد يكون الخبر لا يحتمل إلا الكذب، ولكنه ليس ملاحظا بل الملاحظ في تعليل الخبر أن يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني، تمام؟ طيب طبعا مدار الصدق والكذب، ما هو مدار الصدق والكذب أيها الإخوة في الخبر؟ يعني ما أي الجزء أو أي شيء في الخبر هو الذي يجعله يحتمل الصدق والكذب؟ أنا تكلمت عن هذا في الدروس الأولى في الفرق بين التصديق والقضية. عندنا مصطلح النسبة الخبرية، جميل. النسبة الخبرية، النسبة الخبرية تحتوي ماذا تحتوي؟ النسبة الخبرية، جميل جدا، حكاية، نعم جميل، الحكاية. الخبر يحتوي على حكاية عن الواقع، يعني مدار الصدق والكذب أيها الإخوة هو الحكاية عن المحكي عنه، عن محكي عنه، تمام؟ الحكاية عن الواقع، الواقع هنا محكي عنه، تمام؟ مدار احتمال الصدق والكذب هو الحكاية عن الواقع، يعني عن المحكي عنه، عن محكي عنه، محكي ما، تمام؟ فكل لفظ مركب تام لا يكون فيه حكاية عن الواقع لا يكون خبرا وقضية، تمام؟ فكل لفظ مركب تام من مفيد يحسن السكوت عليه ولكنه لا يحتوي على حكاية عن الواقع لا يكون خبرا وقضية، على ما تعرفون أن الخبر والقضية مترادفان عند المناطق، تمام؟ في اصطلاح المنطقي. فهذه المسألة أين ندققها أيها الإخوة؟ هذا خلاصة الكلام طبعا، سندقق هذه المسألة أكثر، يعني نحقق ماهية الخبر وماهية القضية في بداية التصديقات لما نشتغل بمغلطة الجذر الأصم، تمام؟ yalancı paradoksuyla uğraşırken şu tarifin, şu kaba tarifin işe yaramadığını göreceğiz. Sınır durumlarında konuşacağız. Yani yalancı paradoksu bizim için haber olup olmaması sınır durumlarında tartışmak oluşturacak bir mesele, tamam? Ona göre çelişkiye izin verip vermeyeceğiz gerçeklik dünyamızda, tamam? Gerçeklik algımızda çelişkiye yer verip vermeyecek miyiz? Ona göre belli olacak. Yani çelişkiyi belki birilerimiz yalancı paradoksunu gördükten sonra gerçekliğin bir parçası olarak kabul etmemiz gerektiğini söyleyecek veya dilin gerçekliğinin bir parçası olarak en azından. Tamam? Sor buyur. Tayyip. Hı hı.
بحسب المعنى المدلول. يعني أخونا يتكلم عن يسأل عن تركيب مجازي مثلا في صورة الخبر مثلا. الخبر المراد به الإنشاء. يوجد مثل هذه العبارات في الشروح صح؟ في كتب البلاغة يعني. هذا مثلا مجاز مرسل مركب أو استعارة تمثيلية صح؟ لفظ مركب. كلامنا ليس في نفس الألفاظ، كلامنا في المعنى، في الحقيقة الذي يكون قضية معقولة هي المعنى، تمام؟ يعني المعنى النهائي في التركيب والاستعمال ما هو؟ هل هو يحتمل الصدق أو الكذبة أو لا؟ إن احتمل الصدق فهو خبر، بغض النظر عن صورة اللفظ. صورة اللفظ قد تكون إنشاء، وصورة اللفظ قد تكون خبرا، لكن لا يكون مدلول اللفظ خبرا، تمام؟ مثلا صورة اللفظ قد تكون خبرا لكن مدلول اللفظ لا يكون خبرا، تمام؟ فهذا شيء آخر، يعني إشكال آخر في مصطلح الخبر. هل في مصطلح الخبر هل تلاحظ اللفظ أو المعنى فقط أو مع بعض؟ المفهوم أنك تلاحظ كلا المعنيين، أن تلاحظ اللفظ والمعنى في تحقيق مفهوم الخبر، مفهوم مصطلح الخبر، لأننا ما زلنا في اللفظ الموضوع. اللفظ الموضوع إما أن يكون مفردا أو مركبا، والمركب إما أن يكون تاما أو غير تام، وما زلنا في اللفظ. يعني اللفظ المركب التام الخبري، إذن الخبر هو اللفظ، تمام؟ يعني جهة اللفظ وجهة المعنى دائما تكون يكون بينهما يعني اضطراب في بعض الأمثلة الصعبة، يعني تمام؟ يعني سنتكس السيمانتيك arasında لفظ ومعنى arasında gerilimi yaşayacağız tamam mı sürekli. Mecaz meselesinde de yaşayacağız bunu. Tamam? طيب. قوله أو إنشاء أي أو إنشاء إن لم يحتملهما، يعني إن لم يحتمل الصدق والكذب، يعني لا توجد الحكاية. إن لم يحتمل الصدق والكذب هل توجد الحكاية؟ لا توجد الحكاية. في الكلام الإنشائي أيها الإخوة لا يوجد الحكاية عن الواقع. مثلا تقول افعل كذا، لا يوجد في قولنا افعل حكاية عن الواقع، بل الواقع ينشأ يمكن أن ينشأ بعد هذا اللفظ، تمام؟ إنشاء النسبة بكلام إنشائي يكون. يعني افعل مثلا ألف، زيد هو المخاطب هو المأمور، يذهب ويفعل ويوقع المأمور به في الخارج، يعني يوقع النسبة في الخارج. يعني قبل الكلام الإنشائي لا توجد نسبة خبرية نلاحظ مطابقتها للواقع أو لا، توجد نسبة إنشائية يحسن السكوت عليه أيها الإخوة، تمام؟ في الكلام الإنشائي يحسن السكوت عليه. مثلا أقم الصلاة، إما تقيم وإما لا تقيم، يعني كلام تام، يعني كلام تام إنشائي. طيب هذه الأمور كلها واضحة لديكم. ننتقل. قوله وإما ناقص، يعني المركب التام والمركب الناقص. والمركب الناقص إن لم يصح السكوت عليه، إن لم يصح السكوت عليه. طيب هو مقابل التام، يعني ما معيار عدم صحة السكوت عليه؟ مثلا إن قلت إن جاء زيد هل يصح السكوت عليه؟ قلت إن جاء زيد لا يصح السكوت عليه، صح؟ عرفا لا يحسن السكوت عليه، إذن هو ناقص. مثلا الجملة الشرطية مركب ناقص، لفظ مركب ناقص، تمام؟ في أمثلة أخرى يمكن تأتي بعد قليل، أمثلة شوية صعبة. قوله تقييدي إن كان الجزء الثاني قيدا للأول، يعني المركب الناقص ينقسم إلى قسمين، تقييدي وغير تقييدي. المركب الناقص التقييدي هو الذي يكون الجزء الثاني قيدا للأول، نحو غلام زيد. هذا المركب التقييدي إما يكون تركيب الإضافة أو تركيب الصفة والموصوف، وإما تركيب الظرف والمظروف، تمام؟ غلام زيد، غلام مضاف، زيد مضاف إليه، والتركيب تركيب إضافة. هنا زيد قيد في الكلام. مثلا نقول جاء غلام زيد، ما هو اللفظ الأساسي في هذا التركيب؟ هل هو الغلام أو الزيد في هذا التركيب؟ جاء غلام زيد، واللفظ الأساسي هو الغلام، صح؟ المضاف هو المقصود هنا، وزيد هنا قيد في المضاف،
يعني حتى نعرف غلام من هذا؟ غلام زيد. تمام؟ غلام هو المضاف، زيد مضاف إليه، والمضاف إليه هنا قيد يتمم الأصل أي المضافة. تمام؟ ورجل فاضل، مثلا نقول جاء رجل فاضل، والكلام المقصود هنا رجل، جاء رجل هو الأساسي، الفاضل هنا قيد في الرجل. تمام؟ الفاضل هنا صفة والرجل موصوف. وقائم في الدار، يعني جاء أو زيد قائم في الدار، مثلا في الجملة الإسمية زيد قائم في الدار، لفظ قائم في الدار، لفظ قائم في الدار لفظ مركب تقييدي، والمقيد هنا القائم وهو المظروف، تمام، الذي يحل في الظرف. يعني من الذي في الدار؟ القائم هو في الدار. تمام؟ في الدار الجار والمجرور مع بعض يكون ظرفا. تمام؟ يكون ظرفا. هنا في الدار الجار والمجرور مع بعض، لفظ في الدار الظرف قيد للفظ قائم. عندنا لفظان يعني مفردان، قائم مفرد، في مفرد، الدار مركب، اللام مفرد، دار مفرد، لكن في الدار جزء والقائم جزء من اللفظ المركب الناقص التقييدي، وهذا الجزء الثاني من المركب التقييدي الناقص التقييدي في الدار قيد للأول. نعم تمام، ليس جزءا آخر غير قيد، إذا كان الجزء غير القيد يكون غير تقييدي. قوله أو غيره أي إن لم يكن الثاني، إن لم يكن الثاني قيدا للأول، نحو في الدار. الآن لفظ في الدار أيها الإخوة، هل لفظ الدار هل هو قيد للفظ في للجار؟ هل المجرور قيد للجار؟ ليس قيدا للجار، بل الجار هو الذي يتمم معنى الدار، صح؟ في الدار يعني. نقول مثلا زيد في الدار، هل هنا اللفظ الأصلي في هذا التركيب في هذا المركب الناقص في الدار، في هذا المركب الناقص هو لفظ في أو لفظ الدار؟ والدار هو الأصلي، في ويفيد الظرفية يعني. تمام؟ ليس لفظ الدار هو قيد لي في. تمام؟ هو ذا هو معنى القيدية يعني في الدار. إذن إذا لم يكن هذا اللفظ الثاني جزء الثاني قيدا في الجزء الأول مثل في الدار، يكون هذا المركب مركبا ناقصا غير تقييدي. تمام؟ مركبا ناقصا غير تقييدي. نقرأ الحاشية 16 في معلومة جميلة جيدة. قوله في الدار، اعلم أن معنى كلمة في الظرفية الجزئية. يقول يعني عند الاستعمال المعنى المقصود من لفظ في هو الظرفية الجزئية لا مطلق الظرفية، يعني لا الظرفية الكلية. واضح هذا صح؟ تذكرون في علم الوضع نحن درسنا وضع الحروف، الحروف عند السيد الشريف جرجاني والإيجي وكثير من المتأخرين الحروف وضعها عام والموضوع لها خاص. تمام؟ الحروف وضعها عام والموضوع لها خاص، يعني من القسم الثالث يعني في أنواع الوضع. لكن هل عند الاستعمال حقيقة مدلول لفظ في هو الظرفية الجزئية؟ ما رأيكم بناء على ما شرحنا في كثير من الدروس؟ هل هذا الكلام يعني دقيق جدا؟ هل مدلول في عند الاستعمال، يعني لا تكلم عند الوضع، سلمت عند الوضع هو الظرفية الجزئية، لكن عند الاستعمال لما قلت زيد في الدار، هل مدلول لفظ في هذا التركيب هو الظرفية الجزئية؟ أحد الإخوة يقول نعم. طيب مع السياق يعني مع
لكن السياق يكفي يعني بدون السياق أيضا سياق يعني أن لا يوجد سياق معين أيضا سياق تمام يعني سياق المثال يعني ما في مشكلة. أخونا يونس أمرة يقول نعم وعمر فاروق يقول لا. لماذا نعم يونس أمرة؟ الظرفية الجزئية هل يمكن أن تشرح لنا؟ Doğru söylüyorsun aslında. Umar Faruk limada la? Yani zarfiyetul cüz'iye lafzı fiilin medlulünü gösteremiyor diyorsun. Evet, bir yere işaret ediyor. Bizim için yani hissettiğimiz, istimalde vicdanen bildiğimiz şeye bir gönderimde bulunuyor ama tam ifade etmiyor %100. Bu kendisinde problem var. Şöyle kendisi böyle. اَنَّ مَعْنَا كَلِمَةِ فِي اَذَّرْفِيَّةُ الْجُزْئِيَّةِ اَذَّرْفِيَّةُ الْجُزْئِيَّةِ اَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ خَبَرٌ لِأَنَّ وَالْخَبَرُ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنًا حَرْفِيًا؟ لا صح فهو اسم حاليا الظرفية الجزئية لفظ اسم يعني من أنواع الاسم تمام من أنواع الكلمة نوع الاسم والاسم دلالة الأسماء غير دلالة الحروف لا يمكن أن تنزل أن تسوى بينهما يعني تمام bununla sadece bir açıklama yapıyoruz medlulünü ayan beyan ortaya koymuyoruz fiini tamam Yani zarfiyetul cüz'iyye fiinin istimaldeki anlamını tam göstermiyor. Mümkün değil zaten. Biz dedik ki harfleri istimalden çekip alıp hiçbir zaman başka bir şekilde ifade edemeyiz yani. Anlaşıldı mı? Yunus Emre yani senin dediğine aslında çok aykırı bir şey demiyoruz ama fazla bir şey diyoruz yani. Daha dakik bir şeyden bahsediyoruz. Dile getiremiyoruz. Sen o hissettiğin cüz'ilik doğru ama bunu dile getiremiyoruz. Dile getirdiğimiz o değil. Tamam? Doğru, evet doğru, aynen. Hissettiğin doğru. Sen o hissettiğin doğru yani. Ama o dile getirdiği zaman kullanılan lafız, o sadece o lafız değil, hiçbir lafızla dile getirilemiyor yani. Çok ilginç bir şey değil mi? Sadece yaşayarak anlayabiliyoruz harfin anlamını. Yani tutup yakalayamıyoruz dilde. İfade edemiyoruz yani. O medlulü. İstimalde karşı karşıya kaldığımız medlulü dilde ifadeye getiremiyoruz. Yani dil bu kadar sınırlı bir şey. Çok ilginç bir şey bu yani. طيب نكمل. يعلم أن معنى كلمة في الظرفية الجزئية لا مطلق الظرفية. فالدار يعني فلفظ الدار معناه مقومة لمعناها يعني لمعنى في. يعني معنى في هو معنى حرفي غير مستقل بالمفهومية صح؟ يحتاج إلى من إلى ما يقومه المجرور يقوم معنى الجار هنا تمام؟ لا قوام لا وجود لمعنى الجار مستقلا عفوا يقول مقومة لمعناها لا مخصصة له إذن القيود تكون مخصصة في تعريف المركب الناقص التقييدي التقييد هنا التخصيص يعني لابد من نوع تخصيص تمام يقول مقومة لمعناها لا مخصصة له فليس الجزء الثاني قيدا للأول يعني هذه الحاشية تفسر معنى التقييد يعني أكثر تمام يفسره بالتخصيص يقول ولا يذهب عليك أن لفظ الدار فقط كاف في التمثيل لتركبه من اللام
واسم الدار يعني مادة الدال وألف وراء دار والثاني ليس قيدا مخصصا للأول. نكتة جميلة من المحاشي يقول للشارح لو قال النحو الدار لكفى لأن اللام هنا حرف والدار والمحلى باللام ولفظ دار ليس قيدا في لام التعريف فيكون هذا التركيب تركيبا ناقصا غير تقييدي. الدار أيضا مركب ناقص غير تقييدي يكفي يعني هذا. نعم جميل جدا نكتة جميلة. وقفنا عند قول الشارح قوله وإلا فمفرد. قال رحمه الله أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه. هذا واضح بعد فهم تعريف المركب. لكن مثلا أقول لكم مثلا لفظ ينصره ينصره هل ياء في حرف المضارعة هل يدل على جزء معناه؟ ما رأيكم؟ هل ينصر يعني جزء اللفظ يدل على جزء معناه؟ إذن هو مركب. هل ينصر مركب بسبب الياء؟ نعم مشكلة صح؟ لكن ليس مركب. لكن إذن التعريف فيه شيء صح؟ فيه انتقاد يعني في التعريف. هم يعني هل الياء ياء ليس مثل الزيت يعني ليس مثل النون صوت نون ياء ياء ينصر حرف المضارعة هل هو مستقل مرتب في السمع مستقل مرتب في السمع؟ نعم ياء ينصر نصر ينصر نعم والله أعلم هو مرتب مستقل في السمع مثلما يقول أ هل همزة الاستفهام مستقل في السمع وياء ينصر ليس مستقلا في السمع بالسمع يعني مرتبا في السمع هذا يرد على تعريفهم الله أعلم. قبل أن ننتقل إلى أقسام المفرد يعني نعم لكن يعني قبل أن ننتقل هل تعريف النحاة للمفرد يطابق تعريف المناطق للمفرد؟ يعني عند النحاة ما هي الكلمة المفردة؟ عند المتقدمين خصوصا متقدم النحاة يعني يذكر فرق واضح بين تعريف المناطق وتعريف النحويين وفي شرح الراضي على الكافية هو يناقش مناقشة جيدة لتعريف اللفظ للمفرد ويأتي باعتراضات إيرادات كثيرة مثل إيراد ينصر أيضا ثم يقول المفرد عند النحاة الكلمة يعني عند النحاة في الحقيقة ما يتلفظ دفعة واحدة يعني قلنا لكم عبد الله مثلا كلمتين عند النحاة يعني مركب عبد الله علما مركب عند النحاة ومفرد عند المناطق لأنك لما تقول جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله أنت تعرب الجزء الأول والجزء الثاني إذن كل واحد منهما كلمة صح؟ النحوي ينظر في اللفظ أكثر من المعنى فلذلك عبد الله علما عند النحوي كلمتان تمام المضاف والمضاف إليه يعني كل جزء كل واحد من الأجزاء معرب معرب وكل معرب كلمة صح؟ كل واحد اسم مضاف ومضاف إليه نعم عبد الله علما لكن عند المناطق لا المناطق ينظرون إلى جهة المعنى أكثر والنحاة ينظرون إلى جهة اللفظ أكثر في تقسيم المفرد والمركب تمام يعني لا نعرف لا ننسى هذا يعني ما يتلفظ دفعة واحدة تقول جاء عبد الله عبد كلمة لكن مثلا رأيت الدار
مثلا الدار عند المناطق مركب صح؟ يدل جزءه على جزء معناه الدار لام التعريف مع دار لكن عند النحاة الدار هل كلمة واحدة يعني هل مفرد أو مركب؟ يعني بناء على تعريفنا للنحاة يعني ما يتلفظ دفعة واحدة مفرد لكن مع ذلك متأخروهم يعني يعاملون الدار معاملة المركب لام التعريف مع الدار صح؟ مركب من حرف واسم مركب من حرف واسم لكن يمكن نقول على مسير عبد الله رأيت الدار الدار يعني يمكن أن يكون كلمة واحدة عند النحاة يعني في عدهم نعم لكن يخالف يعني مشهور كلامهم طبعا يعني بحسب التعريف يعني قد يعني يلزم من هذا التعريف ذاك لكن لم يقولوا به نعم التلفظ دفعة واحدة نعم هذا طبعا قريب يعني التلفظ دفعة واحدة قريب من استعمال لفظ المفرد والكلمة في اللغة يعني biz örfi amd fil örfi am yani bu üç kelimeden oluşuyor dediğimiz zaman değil mi mesela ca zeydun kaç kelimedir iki kelimedir mesela zeydun ca kaç kelimedir mesela iki kelimedir ama zeydun ca'daki ca'nın tahtındaki huve var üç kelime oluyor falan hani naivcilere göre değil mi böyle bir şey sonra da mukadder bir kelime diyoruz veya da mesela ra'aytu dara kaç kelimedir bu örfen iki kelimedir abicim bitti yani yani طيب نكمل قوله وهو إن استقل الآن تقسيم اللفظ المفرد إلى ثلاثة أقسام إلى كلمة واسم وأداة عند المناطق عند النحويين الكلمة المفردة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف طيب قوله وهو إن استقل في الدلالة على معناه ما معنى الاستقلال؟ الشارح يشرح بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة يعني بأن لا يحتاج في الدلالة هذا اللفظ في الدلالة على مدلوله لا يحتاج إلى ضم ضميمة يعني إلى انضمام شيء آخر تمام؟ هذا تفسير معين للاستقلال هناك تفاسير أخرى كثيرة أيها الإخوة تمام؟ هذا أحد التفاسير عدم الاحتياج إلى انضمام شيء آخر مثلا نقول زيد صح لا يحتاج إلى في أو من مثلا نقول جاء مفهوم بغض النظر عن يعني احتياجه إلى الفاعل في التركيب يعني لكن جاء معنى المجيء في الزمان الماضي بغض النظر عن فاعل معين تمام جاء ومستقل بالمفهومية عكس طبعا الحروف لما نقول سار سرت من البصرة إلى الكوفة من هنا لا يتم معناه إلا بانضمامه إلى البصرة وارتباط يعني بين الكوفة والبصرة تمام بين سرت والبصرة سرت من البصرة نعم بأن لا يحتاج فيها يعني في الدلالة إلى ضم ضميمة وبعضهم فسر الاستقلال بصلاحيته لأن يخبر به بصلاحيته لأن يخبر به لأن يكون محكوما به تمام خبرا مثلا هل يمكن أن تجعله خبرا في الجملة؟ إذا استطعت أن تجعله خبرا فهو مستقل لا يمكن أن نجعل مثلا في خبرا نقول زيد في لا يستقيم مثلا لكن تقول زيد عالم عالم اسم مستقل زيد جاء مستقل تمام يمكن أن يخبر به عن الشيء يعني طيب لا يحتاج فيها إلى ضم الضميمة نقرأ الحاشية السابعة عشر لما قال في الدلالة على معناه يعني في الدلالة على معناه قال قوله على معناه المطابق أو التضمن ها هنا لم يأخذ معناه المطابق فقط بل عمم قال المطابق أو التضمن فلا نقض بالفعل ها إن لم نعمم
يكون هناك انتقاض بالفعل، يعني يدخل الفعل فيه، يعني يخرج الفعل من التعريف، يعني من الاستقلال. كيف يخرج؟ نرجع إلى الحاشية، التعليق الثالث للمحقق التركماني. قال: توضيحه، توضيح هذه الحاشية، أن جمهور النحاة ذهبوا إلى أن الفعل موضوع لأمور ثلاثة: الحدث والزمان والنسبة إلى الفاعل. هذا الأمر الثالث فيه اختلاف يعني، لكن الجمهور يقولون أنه في وضع الفعل. طيب، وأنه مستقل باعتبار المعنى التضمني أي الحدث، وغير مستقل باعتبار المعنى المطابق لعدم استقلال النسبة إلى الفاعل. يحتاج إلى الفاعل، صح؟ الفعل، نعم، فاعل أو نائب فاعل. إذن الفعل إذا كان موضوعا لهذه الأجزاء الثلاث، بالنسبة لهذا الجزء الثالث النسبة إلى الفاعل، لا يكون مستقلا في الاستعمال، صح؟ لابد من انضمام فاعل حتى يتم جميع معنى الفعل، تمام؟ لكن بالنسبة لجزء الحدث الفعل مستقل، يعني لا يحتاج إلى الفاعل حتى نفهم جزء الحدث والزمان في الفعل. فإذا دلالته التضمنية، بالنسبة إلى دلالته التضمنية الفعل مستقل، وبالنسبة إلى دلالته المطابقية الفعل غير مستقل. هذا تحقيق وتدقيق لإصطلاح الاستقلال في تعريفهم أيها الإخوة. نكمل: وعلى هذا إن كان المراد من المعنى هاهنا المعنى المطابق فقط، يدخل الفعل في غير المستقل، مع أنه في المتن في المستقل يذكر، صح؟ طيب، وأما إن كان أعم من المطابقي والتضمني فيدخل الفعل في المستقل باعتبار معناه التضمني. فنبه المحشي أن المراد هنا الأعم، فلا يرد النقض بالفعل، يعني خروج، بخروج الفعل من المستقل، يعني من المفرد المستقل. واعلم أنه ذهب غير واحد من متأخر المحققين إلى استقلال الفعل باعتبار المعنى المطابق. كيف ذهبوا مع هذا الاعتراض؟ خصوصا إذا كان في وضعه يوجد نسبة إلى الفاعل، من أين وجدوا الطريق؟ يعني كيف وجدوا الطريق إلى القول باستقلال الفعل بعد عدم اكتمال، بعد عدم تحقق الجزء الثالث لوحده، بل يحتاج إلى ذكر الفاعل في الجملة في الاستعمال؟ لابد من مراجعة، لعلهم يرون وضع الفعل مختلفا عن هذا الوضع، لعل هؤلاء قد لا يدخلون في وضع الفعل النسبة إلى الفاعل، النسبة إلى الفاعل، والله أعلم. وتفصيل مذاهبهم في كتاب بغية الكامل السامي في شرح المحصول والحاصل للجامع. المحصول والحاصل مبحث من مباحث شرح ملا جامع على الكافية، والعلماء اعتنوا بهذا المبحث اعتناء مستقلا، وألفوا شروحا ورسائل على هذا المبحث المحصول والحاصل للجامع للشيخ محمد موسى الروحاني البازي رحمه الله، فراجعه إن شاء الله لما ندرس النحو يعني في المستوى العالي، لعلنا نتعلق بهذه المباحث. لكن بحث جميل، صح، لتدقيق معنى الاستقلال. يعني أن هذا المفهوم، مفهوم المصطلح الاستقلال، ليس مصطلحا واضحا، يعني يحتاج إلى تفسير وتدقيق. نعم، طيب نكمل. قوله: بهيئته. بهيئته أيها الإخوة، يعني هنا الشارح يدخل في شيء أدق مما أقول الآن، لكن بهيئته عموما لم يقل في المتن، وهو يعني المفرد إن استقل فمع الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، يحتاج إلى الدلالة بهيئته، يعني بواسطة هيئته، لأنه لو لم يكن بواسطة هيئته لدخل في المفرد المستقل الفعل، لدخل في تعريف الفعل بعض الأسماء مثل اسم
لفظ الزمان أو الأمس مثلا، أمس، الأمس، لفظ الأمس مفرد مستقل يدل على أحد الأزمنة الثلاثة، مثلا يدل على الماضي، صح؟ لكن هل هو كلمة عند المناطق لفظ الأمس؟ لا، لابد من إخراج مثل الأمس والصبوح والغبوق. قالوا الصبوح هو ما يشرب صباحا، والغبوق ما يشرب مثلا مساء، مثل مثلا الحليب، الحليب الذي يشرب صباحا يسمى صبوحا، والحليب الذي يشرب مثلا مساء يسمى غبوقا. وهذا يدل على مثلا الزمان، الزمان المعين، يمكن أن يدل على صباح البارحة، صح؟ الماضي، يمكن أن يدل على المستقبل، مساء المستقبل، يمكن أن يدل على أحد الأزمنة الثلاثة. أو لفظ الماضي مثلا، لفظ الماضي، ماضي، أليس هو اسم؟ اسم، كيف نخرجه من تعريف الكلمة والفعل؟ بأن نقول بهيئته، يعني لفظ الماضي يدل على المعنى الماضي بالضرورة، لكن لا يدل عليه بهيئته، بل يدل عليه بمادته، بمادة ميم وضاد وواو. والأمس يدل بمادته همزة وميم وسين على الماضي، لا بهيئته، يعني بهيئته فعل، تمام؟ أو لفظ الآن، آن، الآن، أليس الآن يدل على الحال؟ لكن هل يدل عليه بهيئته؟ لا، يدل عليه بمادته، فلذلك يخرج عن من كونه كلمة، تمام؟ هذه أسماء تخرج من كونها كلمات وفعلا وأفعالا بقيد بهيئته، تمام؟ يعني بصورته، تمام؟ طيب، لكن الشارح الآن يأتي بتدقيق آخر لدفع بعض الكلمات مثل الجسق والحجر، تمام؟ الجسق والحجر هيئته نفس هيئة الفعل الماضي مثلا، صح؟ فعل، نصر، جسق وحجر، صح؟ جسق، حجر، نصر، نفس الهيئة، بهيئته، نعم. سيحاول أن يخرج هذين الكلمتين من التعريف. قوله بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرفة فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة. كيف يدل بهيئته؟ بهذه الصورة، با هنا تصويرية، بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية، أن التركب من الفتحات الثلاث مثلا في نصرة، تمام؟ الفتحات الثلاث المترتبة مركبة في نصرة، يقول هيئته التركيبية كلما تحققت، لكن لا تتحقق لوحدها، بل في مادة موضوعة، لابد أن تتحقق هذه الهيئة في مادة وضع بإزائها المعنى، تمام؟ في مادة موضوعة، لابد أن تكون المادة موضوعة، ليس مثل الجسق، الجسق ليست موضوعة لشيء، تمام؟ الشرط الأول في هذه الهيئة التركيبية أن تكون في مادة موضوعة، والشرط الثاني أن تكون متصرفة فيها، متصرفة فيها، تمام؟ أن يتصرف في هذه الهيئة في التثنية والجمع والأزمان، مثلا نصر ينصر، صح؟ نصر نصر نصر، في تصرف، صح؟ متصرف، يعني نصر 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 إلى آخر. لكن في حجر لا يوجد تصرف، ليس حجر 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 مثلا، يعني صح، حجرات، ما في شيء، هذا اسم، لأنه متصرفة فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة. لا أعرف لماذا قالوا متصرفة فيها بتاء التانيث، كان من الممكن أن يقول متصرف فيها، لا نحتاج إلى هذه التاء في الصفة، في الصفة غير المقصودة هذه، لأن المقصود هنا مجرور فيها، موضوعة متصرف فيها، هكذا المتوقع، لكن قال متصرفة فيها، يمكن هذا كأنه يجوز يعني. طيب، فهم واحد من الأزمنة الثلاثة، طيب كلما تحققت هيئته التركيبية، يعني الصورة هي التي تدل، يعني الوضع نوعي أيها الإخوة، تمام؟ الوضع الشخصي والوضع النوعي، وضع الأفعال على الأزمنة، على الزمان الماضي والمستقبل المضارع مثلا،
وضعهم بالنوع يعني نقول كل ما يدخل في ماد في قالب فعل في 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 هيئة فعل أو فعل أو فعل يدل على الزمان الماضي فهم واحد من الأزمنة الثلاثة مثلا هيئة نصر وهي المشتملة على ثلاثة حروف مفتوحة متوالية كلما تحققت يعني كلما تحققت هذه الهيئة التركيبية بهذين الشرطين طبعا بأن يكون في مادة موضوعة متصرف فيها كلما تحققت فهم الزمان الماضي لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرفة فيها فلا يرد النقض بنحو جسق وحجر يوجد في جسق وحجر الهيئة التركيبية صح؟ الفتحات المتوالية الفتحات المتوالية لكن لا يدل على معنى الزمان الماضي صح جسق وحجر هل يدل؟ لا يدل لكن لماذا لا يدل؟ لأنه لم يتحقق الشرطان الشرط الأول في اللفظ الأول لم يتحقق جسق ليس مادة موضوعة وحجر وإن كان مادة موضوعة لكنه غير متصرف فيها تمام حجر ليس كلمة متصرفا فيها نعم حجر لكن على فكرة يا أخوة يعني لا نحتاج إلى هذا التدقيق لإخراج هذين الكلمتين من التعريف لأنه أصلا لا يدلان على زمان لا يدلان أصلا على الزمان حتى نقول يدلان بهيئتهما أو لا يعني صح؟ جسق وحجر يعني مفرد مستقل أصلا جسق يخرج بكونه غير موضوع لأن كلامنا في اللفظ الموضوع المفرد تمام؟ كلامنا في الموضوع وهو بدأ في المتن بالموضوع صح؟ قال الموضوع إن قصد بجزئه وإلا فمفرد صح؟ إذن يخرج الجسق ابتداء هل يخرج الحجر؟ نعم هو المفرد هو اللفظ الموضوع المفرد المستقل لكن لا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة بوجه يعني بوجه من الوجوه ليس فقط بواسطة الهيئة يعني طيب نكمل قوله كلمة في عرف المنطقيين يعني هذا في عرف المنطقيين يعني هذا يكون هذا المفرد المستقل الذي يكون دلالته بهيئته على الأحد على أحد الأزمنة الثلاثة يكون كلمة في عرف المنطقيين وفي عرف النحاة فعل وفي عرف النحاة هذا التعريف يطابق تعريف الفعل عند النحاة عموما يعني تمام لكن هل هناك مطابقة تامة الآن ندقق تمام يعني ما النسبة بين كلمة المناطق وبين فعل النحاة هذا السؤال تمام ما النسبة بين كلمة النحاة وبين كلمة المناطق وبين فعل النحاة هل بينهما تساو أو عموم الخصوص المطلق أو الواجهي والواضح أنه ليس التباين صح طيب ننتقل إلى الحاشية 24 قوله وفي عرف إلى آخر يعني أن كل كلمة عند المنطقيين فعل عند النحاة كل كلمة عند المنطقيين فعل عند النحاة وليس كل فعل عند النحاة كلمة عند المنطقيين يعني فعل النحاة عفوا كلمة المناطق أعم مطلقا من فعل النحاة صح؟ لا أو العكس الفعل أو الكلمة أعم ليس كل فعل عند النحاة كلمة عند المناطق ليس كل الفعل أعم نعم فعل النحاة أعم من كلمة المناطق مطلقا تمام بحسب هذا الكلام فعل النحاة أعم مطلقا من كلمة المناطق لأن صيغة المضارع المخاطب والمتكلم يعني المضارع مخاطب والمتكلم ما هو تنصر وأنصر مثلا وننصر تنصر أنصر ننصر لكون معناها محتملا للصدق والكذب
ليست بكلمة عند المنطقيين، وإن كانت فعلا عند النحاة. هذا شيء غريب صح؟ يعني تنصر مثلا، أنت تنصر مثلا، أنت تنصر، لكن لا نلفظ بأنت تنصر، أو نقول أنا أنصر. طيب أنصر، لفظ أنصر لوحده هو مركب تام خبر عند المناطق أنصر، لكن عند النحاة هو كلمة فعل. تمام؟ غريب هذا صح؟ أنصر لأنه يحتمل الصدق والكذب، هذا اللفظ يحتمل الصدق والكذب معناه صح؟ إذن هو مركب خبر تام يعني. طيب، وإن كانت فعلا عند النحاة فإن المحتمل للصدق والكذب مركب تام والكلمة مفرد. جميل. وأيضا مثال آخر يوجد، وهو كان، سيأتي في الحرف. تمام، كان ناقصة، لكن نرجع إلى الحاشية الرابعة في معلومة مهمة في التعليق الرابع على الحاشية الرابعة والعشرين لتحقيق الأستاذ التركماني في قول لما قال فعل، يعني أن كل كلمة عند المنطقيين فعل عند النحاة. هنا الحاشية. طيب، أورد عليه بعضهم أن أسماء الأفعال كلمات عند المنطقيين وليست أفعالا عند النحويين. هذا إيراد على القضية الكلية الأولى في دعوى العموم الخصوص المطلق. تمام، أن أسماء الأفعال كلمات عند المنطقيين وليست أفعالا عند النحويين. ما هي عند النحويين؟ الأسماء، على اسمها يعني، أسماء الأفعال يعني هي أسماء صح؟ هيهات اسم عند النحوي. تمام، هيئات اسم عند النحوي، ولكن عند المنطقي هيئات ما هو؟ هيئات كلمة. لماذا كلمة؟ لماذا هيئات كلمة عند المنطقيين؟ لأنه يدل صحيح، يعني حتى عند المناطق المفروض لا يكون كلمة، لكن لعل لهم ملحظا آخر يعني كلمات عند المناطق، لكن إذا لم يكن بهيئة إذن يكون اسما مثلا، لكن يدل على أحد الأزمنة الثلاثة يعني. صحيح، في مشكلة، لكن نكمل. والحق أنه لم يأتي تصريح من المنطقيين بكون أسماء الأفعال كلمات كما شككنا منه، وإنما هو قول رتبه المحقق السيد الشريف الجرجاني على المختار عنده من تعريف الكلمة، وهو غير ما ذكره العلامة التفتازاني هنا، ويدل عليه كلام السيد في حاشيته على شرح الشمسية. نقرأ كلام السيد فيه ما يهمنا غير هذه المسألة. تمام، فالأولى أن يقال ما يصلح لأن يخبر به وحده، إما أن يصلح لأن يخبر عنه أيضا أو لا، والأول الاسم والثاني الكلمة. هذا معيار آخر للتفريق بين الاسم والفعل أيها الإخوة، لم يرجع إلى الدلالة على الأزمنة الثلاث، كلاهما مستقل، لكن أفاد الاستقلال، أفاده ب صلاحيته لأن يخبر به وحده. قال ما يصلح، يعني المفرد، اللفظ المفرد الذي يصلح لأن يخبر به وحده، وهو يشمل الفعل والاسم صح، أو يشمل الكلمة والاسم، إما أن يصلح لأن يخبر عنه أيضا وهو الاسم، أو لا وهو الكلمة. يعني معيار مختلف تماما يعني عند السيد. تمام، هذا من السيد يفيدنا في تفسير الاستقلال يعني. تمام، الصلاحية لأن يحكم به. طيب ما الفرق بين الاسم والفعل؟ والاسم أيضا يمكن أن يخبر عنه، أليس من علامات الاسم أن يكون مسندا إليه يعني إسناد هو صح؟ في الألفية يعني أذكره في بداية الألفية، من علامات الاسم أن يخبر عنه يعني. فإن قلت يلزم من ذلك أن يكون أسماء الأفعال كلمات، هذا كلام السيد، قلت لا يبعد ذلك، يعني بحسب
تعريف السيد للكلمة عند المناطق ليس بحسب التعريف المشهور أو التعريف الكلمة عند التفتزاني تمام؟ بحسب التعريف السيد للكلمة عند المناطق يقول يلزم من ذلك أن يكون أسماء الأفعال كلمات قلت يقول السيد لا يبعد ذلك يعني نلتزم ذلك لا يبعد ذلك لأن هيهات إذا كان بمعنى بعد ينبغي أن تكون كلمة مثله يعني مثل بعد وأما عد النحاة إياها أسماء فلأمور لفظية إلى آخر كلام السيد مهم هنا أيها الإخوة يعني نظرة النحاة بالنسبة إلى الألفاظ يعني هم يركزون في الجهة اللفظ أكثر من تركيزهم في جهة المعنى لكن المنطقي يركز في جهة المعنى أكثر يمكن أن نعد مثل هيهات من أسماء الأفعال في عرف المناطق كلمات ونعده في عرف النحاة الأسماء ما في مشكلة يقول يعني بين النظرتين اختلاف هذا الاختلاف من في المقاصد في مقاصد هذين العلمين يعني يسوغ لنا اختلاف بعض المصادق في كونهما فعلا أو كلمة يعني تمام اسما أو كلمة ما في مشكلة يعني والحاصل أن عد أسماء الأفعال أن عد أسماء الأفعال كلمات موقوف في كلام السيد المحقق على تعريف الكلمة بما يصلح أن يخبر به وحده ولا يصلح لأن يخبر عنه ومقتضى كلام المصنف لا نقول هيهات قائم مثلا صح؟ لا يمكن أن نخبر عن الهيئات صح؟ طيب ومقتضى كلام المصنف أن يعرف بالمستقل الدال بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة وهو مشى على تعريف مشهور عند النحاة أيضا في الفعل صح؟ النحاة يفسرون بهذا التعريف الفعل أو بما يقرب منه فلا يلزم على تعريف المصنف أن يكون أسماء الأفعال كلمات وتعميم الشارح مولى عبد الله مبني على هذا الرأي فتنبه ولا تكون من الغافلين يعني الشارح يعرف مذهب التفتازاني يعني ما في مشكلة في كلام الشارح لكن كلام سيد بالنسبة إلى مذهبه هو في تعريف الكلمة عند المناطق تمام في اختياره لتعريف الكلمة طيب ننتقل إلى قوله قوله وإلا فأداة بقي سؤال الأخ يقول لماذا فرق في الحاشية السابقة لما قرأنا التفريق بين لما قال لأن صيغة المضارع المخاطب والمتكلم لكون معناها محتمل الاستقرار كذب ليست بكلمة عند المنطق لماذا لم يذكر الغائب لأن الغائب يحتاج إلى الفاعل لا يكون اللفظ لوحده يحتمل الصدق والكذب بل المحتمل للصدق والكذب في لفظ الغائب مثل ينصر زيد تقول أو تقدر ضميرا هنا ينصر زيد لوحده يكون مركبا يعني لا يكون يعني يحتاج إلى اللفظ الثاني تمام ما هذا الكلام باللغة الألمانية الله أكبر طيب يكتبون بالألمانية بينهم تمام لا يجوز أيها الإخوة يعني الكلام بلغة أجنبية للحاضرين طيب هل أنا أتكلم بالكردي يعني سلمان أحكي معك بالكردي نعم هذا عند أبي السود سبب التكفير يعني بدون حاجة سلمان تتواني تبي بالوي طيب نكمل تمام نرجع إلى قوله وإلا فأدات وإلا فأدات أي وإن لم يستقل في الدلالة فأدات في عرف المنطقيين وإن لم يستقل في الدلالة وحرف في عرف النحاة ها إذن الأداة في عرف المنطقيين هي غالبا الحرف في عرف النحاة لكن هل يتطابقان تطابقا تاما هل بينهما تساو أو العموم الخصوص المطلق كما ذكرنا بين ما بين الفعل والكلمة نرجع إلى الحاشية 25 قوله هو حرف إلى آخر
وليس كل أداة عند المنطقيين حرفا عند النحاة وليس كل أداة عند المنطقيين حرفا عند النحاة يعني الأداة أعم من الحرف مطلقا يفهم من هذه الحاشية الأداة أعم من الحرف مطلقا ننظر يقول فإن كان يعني لفظ كان ونظائره لعدم الدلالة استقلالا أداة عندهم أداة عند المناطق لما تقول زيد كان قائما تمام زيد كان قائما كان هنا كان الناقصة أداة عند المناطق مثل الرابطة تمام زيد كان قائما كان هنا لفظ أداة رابطة تشير إلى النسبة بين المحمول والموضوع تمام وليست بحروف عند النحاة لكن كان هنا كان الناقصة أليست من الأفعال أفعال الناقصة كان فعل كان الناقصة فعل عند النحاة فإن نظرهم إلى الألفاظ نظر النحاة إلى الألفاظ وهي في اللفظ مشاركة للأفعال نعم هذا أيضا يدل على وجهة اختلاف النحوي من وجهة المنطقي الاختلاف الوجهة وجهتين يعني لأن مقصد النحوي غير مقصد المنطق تمام فلذلك تقسيماتهم وتفريعاتهم تختلف نعم طيب الحمد لله انتهينا من هذا التقسيم الأول تقسيم اللفظ الموضوع إلى المفرد والمركب بأقسامهما والآن يقسم المفرد إلى تقسيم آخر كمان نمشي شوية قال المصنف الإمام التفتزاني رحمه الله وأيضا إن اتحد معناه يعني وأيضا اللفظ الموضوع المفرد تمام ما زلنا في تقسيم المفرد لكن المفرد هو اللفظ الموضوع المفرد يعني اللفظ الموضوع المفرد أيضا إن اتحد معناه يعني إن اتحد معنى هذا اللفظ فمع تشخصه وضعا علم يعني مع تشخصه مع جزئيته يعني كانوا أمرا مشخصا جزئيا فمع تشخصه وضعا لكن بالنسبة إلى الوضع لا بالنسبة إلى الاستعمال فإذا كان وضعه شخصي جزئي إذا كان موضوعا إذا كان هذا اللفظ موضوعا لشخص يكون علما نعم المفرد يعني إما أن يكون علما وإما أن يكون مشككا وإما أن يكون أقسام أخرى مشترك إلى آخر الحقيقة والمجاز سيأتي يعني هذا البحث يتكلم عن أقسام المفرد من العلم والمشكك والمتواطئ والمشترك والحقيقة والمجاز والمنقول والحقيقة والمجاز طيب وأيضا إن اتحد معناه إن كان اللفظ له معنى واحد بالنسبة لوضعه وهذا المعنى الموضوع له مشخص وجزئي يكون علم تمام لماذا يعني وضع وضعا لأنه لو لم يقيد بقوله وضعا فهم منه الاستعمال صح يعني فمع تشخصه في الاستعمال فمع جزئيته في الاستعمال هل هو منحصر في العلم المفرد المتحد معناه مع تشخصه في الاستعمال هل ينحصر في العلم لا لماذا ما الذي يدخل فيه هنا غير العلم لو لم نقيده بالوضع نعم الضمير مثلا جميل جدا الضمائر وأسماء الإشارات والأسماء الموصولة والموصولات نعم والمحلى بلام التعريف صح بلام التعريف عند البعض فمع تشخصه وضعا علم طيب وبدونه يعني وبدون التشخص وبدون تشخص المعنى متواطئ إن اتحد معناه لكن لا يكون معناه متشخصا في الوضع يكون متواطئ هذا اللفظ متواطئ المتواطئ يعني يطابق معناه في أفراده في جميع أفراده يتساوى معناه في جميع أفراده فلذلك يقول وبدونه متواطئ إن تساوت أفراده يعني وبدون التشخص إما أن يكون متواطئا أو مشككا والمتواطئ
ما يكون أفراده متساوية المعنى، متساوية في صدق المعنى عليها يعني، تمام؟ إن تساوت أفراده يعني في ذلك المعنى، في صدق ذلك المعنى عليها، ومشكك يعني وبدون التشخص، المعنى المتحد، اللفظ الواحد والمعنى متحد والمعنى واحد والموضوع له هو المعنى الموضوع له واحد ومتشخص، عفوا وغير متشخص، وغير متشخص، إما أن يكون متواطئا أو مشككا. قبل قليل أنا أخطأت قلت مع التشخص لعلي، لا أعرف، يعني بدون التشخص، المعنى الواحد الكلي الغير الجزئي إما أن يكون لفظه متواطئا أو مشككا، إن تساوت أفراده فهو متواطئ، وإن تفاوتت ومشكك إن تفاوتت، يعني إن تفاوتت أفراده في ذلك المعنى، في صدق ذلك المعنى عليها. هذا التفاوت إما أن يكون بأولية أو أولوية، يعني بعض الأفراد أول وأقدم من البعض في اكتساب هذا المعنى، أو بعض الأفراد أولى من البعض الآخر في اكتساب هذا المعنى، يعني أولى وأنسب، تمام؟ سنشرح هذه الكلمات أكثر. قبل أن ننتقل إلى الاحتمال الثاني وإن كثر معناه، نقرأ الحاشية الأولى. قوله علام، لما قال وضعا علام، قوله علام أي شخصي. وأما العلم الجنسي فليس علما في عرف المنطقيين. ها، العلم قسمان أيها الإخوة، علم الشخص وعلم الجنس. نحن في علم الوضع في دراسة كتاب رسالة في علم الوضع للأكيني أييني، للأستاذ أييني إبراهيم حق أيين هزرتين، ديم رسالة سنة وكدوم زمن، لما درسنا هذه الرسالة تكلمنا كثيرا عن علم الجنس وعلم الشخص وعن وضعيهما. يقول علم الشخص، وأما العلم الجنسي مثل الأسامة، أسامة علم جنس للأسد، لجنس الأسد. طيب، وأما العلم الجنسي فليس علما في عرف المنطقيين، لأن نظرهم إلى المعنى بالقصد الأول. ها، يعني نظرة المنطقي تكون مرتكزة في المعنى لا في اللفظ، تمام؟ يشتغل بالمعنى أكثر من اللفظ، لأن نظرهم إلى المعنى بالقصد الأول، يعني يكون إلى المعنى، لأن نظر المنطقي إلى المعنى بالقصد الأول أولا وبالذات. ومعناه كلي، يعني معنى العلم الجنسي كلي أيها الإخوة. أسامة لفظ علم جنس، علم الجنس عند النحاة، ومدلوله معنى كلي، والمنطقي ينظرها إلى هذا المعنى الكلي فلا يجعله علما، تمام؟ وإنما أدخله أهل العربية في العلم نظرا إلى الأحكام اللفظية، لأن علم الجنس مثل العلم الشخصي في أحكامه اللفظية في الإعراب، تمام؟ وهذا من باب تخالف الإصطلاحين بسبب اختلاف النظرين، كما في الكلمات الوجودية، يعني في الأفعال الناقصة مثل كان، صح؟ كان عند المناطق أداة وعند النحاة فعل ليس حرفا مثلا، تمام؟ طيب، هذا إذا جوز إطلاق العلم الجنسي حقيقة على الأفراد، كما هو التحقيق كإطلاق الإنسان على أفراده، يعني مثل أسامة على أفراد زيد، تقول عندي أسامة وتقصد أسدا معينا، هل يجوز هذا الإطلاق؟ بعضهم لم يجوز، تمام؟ أن تطلق أسامة وتريد به يعني فردا معينا من الأسود، تمام؟ مثل إطلاق الإنسان على أفراده، يعني هذا إنسان زيد إنسان مثلا. فإن الإطلاق يكون باعتبار وضعه للمعنى الكلي الصادق عليها، فيكون معناه كليا، يعني تشخص العلم الجنسي هو علم الجنس هو في الذهن، يعني تميز الماهية عن جميع ما عداها، يعني تميز ماهية الأسد عن جميع ما عداها، كأن هذا علم لماهية الأسد، تمام؟ في الذهن علم الجنس. أما إذا لم يجوز ذلك وقيل إنها موضوعة للحقيقة بشرط الوحدة الذهنية،
فهو بهذا الاعتبار مشخص على جميع الأعلام الجنسية دخولها. معنى هذا الكلام يعني في التعليق للمحقق أن أعلام الأجناس على تقدير وضعها للحقيقة بشرط الوحدة الذهنية داخلة في العلم في الاصطلاح المنطقي، يعني بحسب تعيين وضع العلم الجنس هل تقيده بالوحدة الذهنية أو لا، هل تشترط في الوضع الوحدة الذهنية أو لا. إن اشترطت يقول في الحقيقة يدخل في العلم المنطقي، العلم الجنس يعني. هذا تدقيق زائد لكن مفيد في فهم وضع علم الجنس وعلم الشخص واختلاف الاصطلاحات. طيب ننتقل إلى العبارة في المتن وإن كثر، يعني وإن كثر معناه، يعني معنى اللفظ الموضوع وإن كثر معناه. طبعا كثرة المعنى بالنسبة إلى الاستعمال أو بالنسبة إلى الوضع، ما رأيكم؟ يعني قبل قليل كنا قيدنا بالوضع، ها؟ مطلق، نعم كانه يشمل كليهما، جميل جدا، لم نقيد. يعني وإن كثر معناه ننتقل. فإن وضع، يعني فإن وضع هذا اللفظ الموضوع المفرد الذي يكثر معناه بغض النظر عن كونه في مرتبة الوضع أو في مرتبة الاستعمال، فإن وضع لكل، يعني لكل واحد من المعاني الكثيرة ابتداء فمشترك. إن كان هذه الكثرة في مرتبة الوضع يكون هذا اللفظ لفظا مشتركا، يعني كل لفظ يدل على معاني كثيرة إن كانت هذه المعاني الكثيرة تأتي من مرتبة الوضع بأوضاع مختلفة ابتداء يعني يكون اللفظ مشتركا، يعني فهذا اللفظ مشترك، يعني مشترك فيه أيها الإخوة، يحذف الجار والمجرور للعلم به كثيرا ما، تمام؟ يعني فمشترك فيه، يعني فيشترك في هذا اللفظ. ما الذي يشترك في هذا اللفظ؟ هو المعنى الكثير، يعني المعاني الكثيرة تشترك في هذا اللفظ واللفظ مشترك فيه، تمام؟ لكن بعد ذلك يذهب إلى الحذف والإيصال، تذكرون الحذف والإيصال في الإظهار، يقال مشترك، لا يقال مشترك فيه، نحذف الجار والمجرور، الحذف والإيصال. طيب فمشترك فيه، يقال اللفظ مشترك والمعنى مشترك، تمام، بكسر الراء، المعنى بكسر الراء واللفظ بفتح الراء. وإلا، يعني وإن لم يوضع هذا المعنى، هذا اللفظ الكثير الذي له معاني كثيرة، إن لم يوضع لكل واحد من المعاني الكثيرة ابتداء ينقسم إلى قسمين، إما أن يشتهر في المعنى الثاني أو لا، يعني لابد من أكثر من معنى، معنى الأول والمعنى الثاني، لأننا نحن في قسم كثرة المعاني، اللفظ الواحد ومعانيه كثيرة، المعنى الأول والمعنى الثاني، وجميع المعاني لم يكن موضوعا ابتداء بالوضع المختلف بأوضاع مختلفة، المعنى الثاني أو الثالث لابد من وضع أحدهما طبعا، لأنه بدون الوضع لا يفهم، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني. يقول إن لم يوضع لكل واحد من المعاني ابتداء فإن اشتهر في الثاني، فإن اشتهر اللفظ في المعنى الثاني فمنقول، ها، فيكون يسمى هذا اللفظ لفظا منقولا، تمام، بالنسبة إلى المعنى الأول يكون موضوعا منقولا، تمام، فإن اشتهر في الثاني فمنقول، فهذا اللفظ يسمى لفظا منقولا. النقل إما أن يكون في الشرع أيها الإخوة أو في العرف العام، يعني أو في العرف الخاص، يعني من اللغة إلى الشرع أو إلى العرف العام أو إلى العرف الخاص. فلذلك قال الماتن ينسب إلى الناقل، يعني نوع النقل بحسب الناقل، إن كان الناقل هو الشارع فيكون المنقول شرعا، تمام، اللفظ بوضعه الشرعي نتكلم، تمام، يعني ينسب اللفظ المنقول إلى الناقل، إلى الناقل. طيب
وإلا وإن لم يشتهر في الثاني وإن لم يشتهر في الثاني يعني كان في المعنى الأول المعنى الأول هو المعنى المشهور ما زال فحقيقة ومجاز فاللفظ إما أن يكون حقيقة يعني يكون حقيقة في المعنى الأول ويكون حقيقة مجازا في المعنى الثاني تمام اللفظ حقيقة واللفظ مجاز اللفظ في دلالته على معناه الأول حقيقة يعني معناه الأصلي الموضوع له وفي استعماله في معنى المعنى الغير الموضوع له أي الغير المشهور مجاز وإن لم يشتهر فحقيقة في الثاني فحقيقة عفوا فاللفظ حقيقة فالأول حقيقة والثاني مجاز نعم تمام واضح طيب ننتقل إلى الشرح تفضل Olabilir. Lafzı müşterek de mecazi olarak kullanılabilir tabii ki. Gayet doğru. Tam buradan nereye gidiyorsun? Tamamlaman lazım itirazı. Çünkü hala bir itiraz göremiyorum. Netleştirmen lazım. Ben anlıyorum dediğini ama senin açıklamanı bekliyorum. Yo, taksimde gene problem yok. Böyle değilse mecazdır diyor ama yani böyle değilse mecaz olması şey mecazın bütün türlerini şu taksimde kuşattığını gösterir mi yani? Yani nerede problem var taksimde? Tam olarak taksime itiraz ediyorsan münazara kaidelerine göre itiraz etmen lazım. Değil mi? Maksim mi problem? Aksam mı münhasır değil? Tarif yapmadık. Burada taksim yaptık. Yani. İtirazını netleştirmen lazım. O taksimdeki münazara kurallarını boşuna öğrenmedik Yasin. Tamam. Burada bir taksim var. Taksime itiraz ediyorsan tam nereye itiraz ettiğini göstermen lazım. Neyi men ediyorsun? Meni mufassar yapman lazım. Taksimi men ediyorum. Bir şey hissediyorum. Bu taksimde bir problem var. Böyle bir itiraz olmaz biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani boşuna öğrenmedik bakın münazara kurallarını. Yani şu anda pratik yapıyoruz. Hadi bakalım. Yoksa yok sayacağım senin itirazını devam edeceğim yani. Tamam o zaman. Şimdilik devam edin. Belki senin dediğin ortaya çıkar biraz sonra. Tamam. Ama güzel bir işgal. Evet. Güzel bir işgal. Tayyip. Nukmil. Kavlu huve aydan. Mef'ulun mutlakun li fi'lin mahzufin. Ey ada aydan. Ey raca'a rucu'an. Yani raca'a maza raca'a? Yani raca'a taksimul mufredi rucu'an thaniyen. Tamam. Yani raca'a taksimul mufredi rucu'an thaniyen. هذا طبعا شرح لتفسير أيضا معروف موجود في الحواشي والكتب لعلكم اطلعتم عليه قبل ذلك كثيرا يعني طيب أعضى أيضا أيضا يأتي من أعضى أيضا يعني مفعول مطلق لفعل محذوف تمام العامل على أيضا الناصب لأيضا هو فعل المحذوف تمام طيب يعني أي رجع تقسيم المفرد يعني ورجع تقسيم المفرد رجوعا ثانيا ما هو إن اتحد معناه إلى آخر يعني كل هذا الكلام يعني اختصره في قوله وأيضا يعني رجع تقسيم المفرد رجوعا ثانيا أو نرجع إلى تقسيم المفرد رجوعا ثانيا طيب وفيه يعني وفي هذا اللفظ لفظ أيضا في بداية التقسيم وأيضا إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد ها يعني وهذه القسمة ليس للإسم بل لمطلق المفرد أيضا يعني قسمنا المفرد تقسيمين التقسيم الأول تقسيم المفرد إلى الكلمة والاسم والأداة والتقسيم الثاني ليس للإسم كما يتبادر إلى الذهن من أنواعه صح من أقسامه بل هو أيضا للمفرد يقول إن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد لا للإسم لمطلق المفرد لا للإسم طيب وفيه بحث يعني يقول كأنه يقول كلامه ظاهر العبارة يدل ظاهر العبارة يدل على أن هذا التقسيم
هو أيضا للمفرد لكن جعلوا هذا التقسيم تقسيما ثانيا للمفرد فيه إشكال. يعني ظاهر العبارة يدل على هذا أن هذا التقسيم هو تقسيم ثاني للمفرد لكن هذا الظاهر فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ وفيه بحث، لأنه يقتضي أن يكون الحرف والفعل إذا كانا متحدي المعنى داخلين في العلم والمتواطئ والمشكك واللفظ المشكك، مع أنهم لا يسمونهما بهذه الأسامي، لا نعرف إطلاق هذه الأسامي على أنواع بعض أنواع الحروف والأفعال، صح؟ بل الأسماء هي التي تكون أعلاما ومتواطئة ومشككة، صح؟ لكن لو قلت المفرد ينقسم إلى كذا نقول هذا ليس تقريبا تقسيما للمفرد، بل هو تقسيم للمفرد الذي هو الاسم. لكن لو قلت هذا لا أنا أصر على أن هذا التقسيم المفرد، إذن أنت تجوز أن يكون الفعل والحرف أيضا أن يكون مشككا أو مثلا متواطئا، لكن لم نسمع هذا. ما معنى كون الفعل مشككا أو متواطئا، صح؟ أو الحرف يعني. طيب، بل قد حقق في موضعه أن معناهما يعني معناهما يعني معنى الحرف والفعل لا يتصف بالكلية والجزئية فضلا يعني عن التشكيك والتواطؤ، لأن التواطؤ والتشكيك والعالمية فرع الجزئية والكلية، تمام؟ يعني بل قد حقق في موضعه يعني في علم الوضع في رسائل الوضع أو في مباحث الوضع في كتب البلاغة والنحو إلى آخر، بل حقق في موضعه أن معناهما يعني معنى الحرف والفعل لا يتصف بالكلية والجزئية، تأمل فيه. إذا لم يتصف الحرف والفعل بالكلية والجزئية لا يمكن أن يكون علما أو متواطئا أو مشككا، لا صح؟ لأن العلم يحتاج إلى معنى جزئي، ولا أحد من الحرف والفعل جزئي، والمتواطئ والمشكك يحتاج إلى المعنى الكلي، صح؟ بدون التشخص المعنى الكلي حتى نتأكد من تساوي هذا المعنى في أفراده أو لا، صح؟ إذا لم يتصف المعنى الحرفي والمعنى الفعلي بالكلية لا يمكن أن يتصف بالمتواطئ والمشكك. يقول تأمل فيه، إذن فيه إشارة خفية يعني في أمر أعمق من هذا الذي فهمناه إلى الآن، تمام؟ هذا الذي فهمناه إلى الآن الشرح السطحي يعني. تأمل فيه، كيف نتأمل؟ لابد أن نرجع إلى الحواشي، الحاشية السابعة. نفتح الحاشية السابعة أولا. أين الحاشية السابعة؟ نعم، قوله لا يتصف، قوله لا يتصف وذلك لأن معناهما غير مستقل. ها، معنى الفعل والحرف غير مستقل. نحن قلنا معنى الفعل مستقل، يعني يصل مستوى يعني يصل بعض الحواشي إلى جعل الفعل غير مستقل، يعني وضع الفعل صعب أيها الإخوة، يعني معنى الاستقلال تفسير الاستقلال صعب. يعني شوف انظروا هنا، هذا المحشي يعتبر الفعل غير مستقل، يعني خلاف الماتن، يعني لأن معناهما غير مستقل، على الأقل من حيث المعنى المطابق غير مستقل عند الجمهور، صح؟ عند الجمهور دلالة الفعل المطابقية غير مستقلة، لأن معناهما غير مستقل، ليس صالحا لأن يحكم عليه، فلو كان متصفا بالكلية والجزئية لزم أن يكون محكوما عليه بهما، يعني محكوما عليه بالكلية والجزئية، تمام؟ محكوما عليه بالكلية والجزئية، لأنك لو قلت هذا اللفظ مثلا، هذا الفعل مثلا متواطئ، عفوا هذا الفعل كلي، يعني معنى هذا الفعل هذا اللفظ الفعل كلي، لو قلت كلي حملت الكلية على المعنى على المدلول على مدلول الفعل على معنى الفعل، يكون معنى الفعل محكوما عليه بالكلية، تمام؟
معنى هذا مثلا تقول جاء زيد، معنى لفظ جاء كلي. لو قلت هذا الكلام معنى لفظ جاء كلي، لو وصفته بالكلية جعلت مدلول الفعل أمرا يمكن أن يحكم عليه، بل حكمت عليه. هل المعنى الفعلي يخبر عنه ويحكم عليه؟ لا، صح؟ هذا دليل على كون عدم كون الأفعال كليات أو جزئيات، يعني كون الأفعال لا تتصف بالكلية والجزئيات، لا تتصف بالكلية. هل يتصف بالجزئية أيها الإخوة؟ هل إذا قلت لكم، فنكمل الحاشية ثم نناقش، قال فإن المتصف بصفة يكون محكوما عليه بهذه الصفة. لو قلت جاء زيد هذا الفعل كلي، حملت الكلية، حكمت على الفعل بالكلية، تمام؟ يكون المتصف هو معنى الفعل والصفة هو الكلية. لكن يقول فإن المتصف بصفة يكون محكوما عليه بهذه الصفة، لكن قلنا معنى الفعل لا يقبل أن يكون محكوما عليه، صح؟ وإلا تقول جاء مثلا، جاء مثلا، تقول جاء عالم مثلا، ليس جاء عالم، هكذا نقول جاء مثلا، جاء شيء جميل مثلا، جاء شيء جميل، يعني نحمل شيء جميل على معنى جاء، لا نجعله فاعلا، تمام؟ أن نجعل جاء مبتدأ هو مثلا شيء جميل، أو مثلا جاء مثلا شيء آخر، أي معنى من المعاني، يعني احمله على لفظ جاء، على مدلول جاء، هذا أمر غير مقبول، صح؟ لا يمكن أن يكون الفعل محكوما عليه. لكن لو جعلته كليا، إذن يعني نسبت إليه الكلية، نسبت إليه الكلية، حملت عليه الكلية، جعلته محكوما عليه، وهذا ليس مدلول الفعل، بل هو مدلول آخر، مدلول اسم آخر، انتبهوا. يعني مثل الحرف لا نستطيع أن نلتقط مدلول الفعل خارج الاستعمال. Fiili de yakalayamıyoruz arkadaşlar. Onu fark ediyor musunuz? Hani harf elimizden kaçmıştı zaten. Fiili de yakalayamıyoruz. Fiil hakkında konuşamıyoruz. Bakın. Onu mahkumun aleyh yapamıyoruz. Mevzu yapamıyoruz fiili. Fiil denilen lafızları. Hakkında konuşamıyoruz. Bakın çok ilginç bir şey. Külli veya cüz'idir diyemiyoruz yani. Çok ilginç bir hadise. Yani fiil dediğimiz lafzın medlulü bir mana ve bu manayı biz elimizle tutup yakalayamıyoruz. Hakkında konuşamıyoruz. Çünkü konuştuğumuz anda isimleşiyor. Cevherleşiyor, öyle düşünün. Hani var ya dil gerçeklik ilişkileri, cevher falan, aslında fikri dilden geliyordu tartışmalar. Bunları biraz tartışacağız ileride inşallah yani. Ne kadar doğru, ne kadar makul şeyler bunlar yani. Böyle bu kadar kestirip atmalar yani. Gerçekten öyle bir şey anlamak zaten mümkün mü yani mesela? Daha derinden gideceğiz yani biz meselede. Velhasıl tayyip el fi'lu aydan la yumkinu an yu'abbara anhu bi şey'in medlul el fi'l, tamam? Leysa ma naj'aluhu isman ve bihadha el ismi nushiru ila ma'na el fi'l, tamam? Yani la nastati an nahmila şey'an ala el af'al. Fa hadha amrun garibun jiddan jiddan. El fi'lu yumkinu an yakuna mahkuman bihi, lakin la yumkinu an yakuna mahkuman alayhi. فهو بين الفعل بين الحرف والاسم يعني في دلالته يعني المعنى الفعلي أيضا لا نستطيع أن نتكلم عنه يعني بكل وضوح يعني. طيب يبقى السؤال أيها الإخوة، نرجع إلى سؤال عظيم جدا، سؤال عظيم يهمنا بعد قليل في مناقشة الكلية والجزئية في الفصل القادم إن شاء الله. نقول جاء زيد هو استعمال واضح، صح؟ جاء يدل على معنى ما، لفظ فعل يدل على معنى ما. أقول لكم هل هذا المعنى كلي أو جزئي؟ ما رأيكم بعد هذه النقاش؟ الظاهر من هذا الكلام هو ليس جزئيا ولا كليا. هل يمكن أن يخرج معنى ما من كونه كليا ومن كونه جزئيا؟ عندنا معنى، أليس التقسيم في الكلي والجزئي يدور بين النفي والإثبات؟
المعنى إن كان يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو كلي وإن لم يمنع فهو جزئي في الفعل هذا جاء زيد جاء دل على معنى هذا المعنى إما أن يكون نفس تصوره مانع عن وقوع الشركة فيه أو لا إن كان نعم فكلي إن كان لا فجزئي عفوا إن كان لا فكلي إن كان نعم فجزئي لكن إن كان جزئيا إن كان جزئيا فيحكم عليه إذن انتقض مفهوم الاستقلال والتفسير الفعل كاملا انهدم يعني إن قلنا هو جزئي أو كلي إذن أين المشكلة يعني ما رأيكم الأمر مشكل صح النظام ليس منسجم Sistemde bir çelişki var arkadaşlar. Bütün parçaları bir araya getirdiğimiz zaman fiilin delaleti, istiklal diye bir mana var. Tefsir ettik, elimizden geleni yaptık. Ama bu sefer küllilik, cüzilikte bir problem yaşıyoruz. İyi de bütün manaları külli ve cüzi diye ayırmayı kim söyledi sana yani? Hani böyle bir tartışmaya girelim. Biri diyelim ki bütün manalar külli. O halde külli cüzinin tarifini değiştir kardeşim yani. Bütün problem külli cüzi ayrımında. Onu hissediyorsunuz değil mi? Hep ben size diyorum inanmıyorsunuz yani şüpheleniyorsunuz benim dediklerimden ama bütün problem şu manaları külli cüz'i diye ayırmakta. Bence istiklalde bir problem yok. O daha gerçekçi bir şey yani. Daha çok istimal üzerinden gidiyoruz. Bak cümle kuramıyoruz diyoruz. Bak ca'yı cümleye getiremiyoruz diyoruz. Daha gerçekçi bir şey. Bence külli cüz'inin ayrımında bir şüphelenelim oraya baltayı vuralım. Yani sonuçta bir tarafa baltayı vuracağız. Ya istiklalin tefsirine baltayı vuracağız ya da külli cüz'i ayrımına vuracağız. Ben şahsen külli cüz'i ayrımını reddedelim diyorum yani. Ve kurtulalım yani bu külli cüz'i meselesinde. Düşünün bunlar üzerinde bakalım. قد يقول القائل يعني المعاني لا تنقسم إلى كلي وجزئي يعني في مقسم الكلي والجزئي قلنا اللفظ المفرد أصلا في المنطق لما قسمنا الكلي انتقلنا من اللفظ إلى الكلي والجزئي أصلا فيه شيء لماذا تنتقل من اللفظ في تقسيم في مقسم الكلي والجزئي صح؟ ألم نضع مقسم الكلي والجزئي في تقسيم الألفاظ في كتب المنطق في كتب المنطق جميع كتب المنطق هكذا يعني مشكلة صح؟ مشكلة نعم فكروا في هذه الأشياء لما ننتقل إلى تعريف الكلي والجزئي أنتظر منكم أجوبة وتدقيقات شريفة يعني تمام؟ بعد هذا الكلام لابد أن تفكروا يعني والمشكلة الثانية غير التعريف الكلي والجزئي هو أيها الإخوة هي ملاحظة المعاني مراعاة المعاني كأشياء واحدها كذا يعني مستقلة مثل كرة القدم يعني مثلا هذا معنى وذاك معنى وهكذا يعني manaları taneleştirmekten kaynaklanan başka bir arıza var. Hatırlıyor musunuz? Ben size demiştim ki bakın manaları böyle sabit taneler olarak düşünmeyin yani. Lafız var abicim karşısında al sana mana. Yani böyle tutup yakalıyorsun direkt lafzın karşısındaki manayı. Böyle bir şey yok diyordum ben size. Hatırlıyor musunuz? Delalette bir sahneyle karşılaşıyoruz. Orada taneleştiremiyorsun manaları. Öyle lafızların karşısında her bir lafızın karşısında mana var. O müze kuramı diyorlar buna. Kuayının anlamı belirsizliği tartışmaları zaten buradan geliyor. Müze kuramı diyorlar. Yani her bir lafzın bir tane böyle giydiği, her bir mananın giydiği bir kıyafet var. Kavalibul meani o müze kuramını el-alfazu kavalibul meaniye eleştiri olarak da düşünebilirsiniz bu arada arkadaşlar yani. Bizim gelenekteki el-alfazu kavalibul meani var ya. Yani her bir müze böyle etiketler var. Lafızlar bir etiket. O tablo orada gösteriyor müzede. O her bir tablonun altındaki etiketi istediğin gibi değiştir. Kalem diyorsun işte pen de ne bileyim bir şey de. Yani her bir dilde farklı şeyler söylersin. Elma de mesela. Elma bir tablo. Elmanın altında elma sesi var Türkçe'de. Arapça'da tufah var. İngilizce'de apple var. Tamam öyle orada mana orada duruyor sabit bir şey olarak yani. İstediğin kıyafeti giydir ona yani. İstediğin etiketi yapıştır. Öyle bir şey var mı ya? Manalar öyle şeyler mi? Manalar öyle şeyler değil arkadaşlar. Sabit mana teorisinden kurtulmamız lazım. Sabit böyle top gibi orada duran manalar şeklinde düşünmememiz lazım manaları tamam. Yani anlam dünyası öyle mahsusat gibi değil.
böyle cisimler var önümüzde falan, böyle masadaki eşyalar gibi orada da 5 tane mana var. Öyle bir şey yok yani, tamam. Bunu böyle düşünmekten kaynaklanıyor bütün problemler. E biz fiilin ve harfin manalarını böyle yakalayamıyoruz işte böyle. Masadaki eşya gibi taneleştiremiyoruz fiilin ve harfin manasını. İsimlerin bile manalarını taneleştiremiyoruz. Çağrışımlar var. Delalet-i mutabıkıya, tazammuniye, iltizamiye de hep bu sıkıntıyı çektik. Tamam. Yani iki tane işgalimiz var. İndene işgalan. İşgalel evvel fi taksimil maani ilel kulliyat vel cüz'iyat. والتمييز بين الكلي والجزئي هل حقيقة هناك يوجد معنى جزئي أنا أشك من وجود المعنى الجزئي على فكرة يعني تقولون يوجد زيت يوجد إسطنبول سأتي إلى تشكيكات في زيت وإسطنبول يعني طيب يعني هل يوجد حقيقة معنى جزئي أولا بحسب تعريفهم يعني الإشكال الأول في تقسيم المعاني إلى الكليات والجزئيات والإشكال الثاني في معاملة المعاني كأمور محسوسة متمايزة مثل الأجسام المتمايزة مثلا على الطاولة عندي 5 أغراض وأشياء عندي قلم وعندي تلفون وعندي حاسوب وعندي كتاب يعني 4-5 أمور متحية كل واحد له وحدة اعتبارية صح أو وحدة حقيقية بغض النظر يعني أشياء وحدات يعني المعاني ليست هكذا لا نستطيع أن نميزها كوحدات جسمانية محسوسة يعني والمعنى شيء فيه نوع من الكثرة بمعنى عام من الكثرة لكن تجزئة المعاني مثل تجزئة الألفاظ وتجزئة المحسوسات هي هذه التجزئة هذه فكرة التجزئة هي المشكلة في هذا هذه المشكلة التي لقيناها يعني في عدم إمكان الجمع بين تفسير الاستقلال وبين تقسيم المعاني إلى الكلية والجزئية لم نستطيع أن نجمع بينهما حاليا تمام؟ وفي تحقيق وضع الفعل والحرف وفي تقسيم المعاني إلى الكليات والجزئيات لابد أن نترك شيئا إما أن نترك تفسير الاستقلال نفسر وضع الفعل والحرف بتفسير آخر صعب جدا يعني وإما أن نترك تقسيم المعاني إلى الكليات والجزئيات وأنا أميل إلى ترك الثاني يعني نعم إن شاء الله نناقش معنى الكلي والجزئي في المستقبل يعني في الفصول القادمة بإذن الله تعالى وهنا نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة نعم دقيقة أو إذا أحببتم نقرأ حاشية أخيرة قبل أن نقف عند قوله إن اتحد يعني بقيت حاشيتان أنا أقرأهما بسرعة الحاشية الثامنة قوله تأمل فيه إيماء إلى أن المقسم مطلق المفرد باعتبار بعض الأقسام وهو الاسم لا المفرد المطلق يعني بشرط لا شيء فإن الأول ينسب إليه أحكام الأفراد لعدم اعتبار إطلاق فيه بخلاف الثاني والله فهذا الشيء شوي عميق يحتاج إلى زيادة الشرح يعني لكن أنتم فكروا فيه هذه مهمة هذه الحاشية الفرق بين مطلق المفرد والمفرد المطلق تذكرون كنت أقول لكم الماء المطلق ومطلق الماء في فرق بين في دلالتهما تمام في الماء المطلق أو في المفرد المطلق الإطلاق نفسه قيد تمام في المفرد المطلق هو بشرط لا شيء تمام ومطلق المفرد هو لا بشرط الشيء والشيء هنا نفس الإطلاق غريب يعني هذا أصبح شيء غريب جدا الإطلاق هو نفس القيد نفس التقييد تمام اقرأوا هذه الحاشية ونقرأ الحاشية الثالثة التعليق الثالث لمحمد محي الدين للتركماني عفوا بسرعة أقرأ ونكمل إن شاء الله يعلم أن صاحب الشمسية جعل الاسم مقسم هذه الأقسام وعليه يلزم تخصيص المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز بالاسم مع أنها تتحقق في الكلمة والأداة أيضا ولأجله خالفه الماتن العلامة التفتازاني وجعل مقسمه المفرد واتبع طريقة الشيخ الرئيس إلى آخر كلامه أنتم اقرأوا الكلام وهذا يشبه يقول تقسيم الجلال الدواني للعلم بأن تقسيمه لمطلق المفرد عفوا وإلى هذا جواب أشار بقوله تأمل فيه
يعني الدواني يقول هذا التقسيم لمطلق المفرد وهو لا ينافي كون الاسم ينقسم إلى هذه الأقسام، يعني المتواطئ والمشكك والمشترك، لكن الجواب يحتاج إلى بسط الشرح والله أعلم. لكن أنتم اقرأوا هذه الحاشية، حاولوا أن تفهموا، ليس مهما كثيرا كثيرا، هو في تقويم العبارة، يعني في شرح العبارة، وإن كثر معناه يعني معناه المطابق أو لا، يعني نتكلم عن مطلق المفرد أو أحد أقسام المفرد، الاسم فقط، تمام؟ طيب نقف هنا أيها الإخوة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.